مشاهدينا مساء الخير، نحييكم في حلقة جديدة على الهواء. بالتأكيد تابعنا كلنا كأس العالم، وتابعنا كرة كأس العالم على اعتبار انها بتحدد هو احنا هنكون فين ومصيرنا ايه، خاصة ان احنا عدنا الى كأس العالم بعد غياب سنوات عديدة يعني. وانت بتتابع القرعة اللي تمت بالشكل الذي شاهدناه جميعا، بالتأكيد كل واحد بيتمنى ان مصر تبقى في مجموعة في خياله يعني، ويقعد كده يصنع مجموعة من اوهامه، لكن ده ما بيحصلش لان في تنظيم في مجموعة من الفرق وفقا للتصنيف على قمة المجموعات، بعدها في مجموعة تانية، وبعدها في مجموعة تالتة، وبعدها في مجموعة رابعة. مصر كانت في المجموعة الثالثة، وكمان وفقا للقواعد ما ينفعش فرقتين من قارة واحدة يبقوا في مجموعة واحدة ما عدا أوروبا لكثرة الفرق فيها يعني، لكن ما ينفعش ثلاثة من أوروبا. عشان كده لما حصل بيودوا الفرقة لمجموعة تانية على طول على الفور. في اعتقادي وفي يقيني ان المجموعة اللي فيها مصر يعني هي يعني افضل الاحلام عند الناس، يعني مجموعة ممكن تكون نسبيا لما تشوف المجموعات التانية بعد كده هتلاقي يعني مثلا المغرب مطحونة تماما في مجموعة طحن يعني، وبالتالي هنا مصر هتتعامل معاه لان مجموعتها افضل. المغرب مع اسبانيا والبرتغال وايران والتلاتة من الفرق القوية جدا. اسبانيا والبرتغال تحديدا اي عاقل هيقول حجز معا المقعد في دور الستاشر. احنا بنحسبها طبعا باشكال مختلفة بقى الناس بتقعد تحسبها، لكن انت داخل بطولة كاس عالم وبالتالي هنا عايز تلعب علشان تؤدي جيدا وتفوز مع خطط كوبر الدفاعية اللي ممكن توصل الفرق التانية للشلل التام يعني، وتشل الماتش كله يعني. يمكن انك تحلم بمجموعة من التعادلات يعني، او انك تقول يمكن ان تخطف هدفا هنا وهناك. تعالوا نشوف الفرق اللي احنا هنلعبها، عملنا لكم هذا التقرير لان خلونا مع الاخبار الحلوه يعني، الوصول لكاس العالم من اهم الاخبار، كمان دخولنا في مجموعه اللي يشوفها كده يقول لك ليه ما ندخلش تاني مع روسيا او اورجواي يعني، على اعتبار انهم الفرق القويه. وطبعا معانا المأزق ان معاك فرقه عربيه وهي السعوديه، لكن في كل الأحوال أنت داخل بطولة كأس العالم علشان مش تأدي بس، لا خلاص المفهوم ده انتهى، حكاية الأداء المشرف وخلاص، لا أنك أنت يمكن أنك تحقق مركزا متقدما، خاصة في فرق قبلنا أو دول حققت ذلك. تعالوا نشوف. طيب نتمنى طبعا أن احنا في كأس العالم، بالتأكيد الناس هتقعد دلوقتي هنبقى نجيب لكم تقارير عن المدن اللي هتلعب فيها، اللي هيلعب فيها منتخب مصر، لان احنا هنلعب في ثلاث مدن مختلفة، وبالتالي الناس اللي بيدعبها احلام مشاهدة كاس العالم اكيد بينظموا ده، وكمان الشعب المصري بالملايين بيتابعوا كاس العالم امام الشاشات. ان شاء الله بهذه المجموعة اللي شفناها على الاقل يعني نستطيع ان احنا نحقق نتيجة توصلنا لدور ال 16. خلونا دايما نحلم بما هو افضل. هل معقولة اللحمة انخفضت؟ يعني احنا زي ما بنتكلم عن ارتفاع الاسعار، لكن هل في انخفاض في اسعار اللحوم لاسباب مختلفة هنقولها لكم دلوقتي؟ طيب قلنا نرصد ده في محافظتين كنموذجين، نشوف القليوبية أولا. ط
تراجعت أسعار اللحوم في الأسواق المحلية خلال شهر نوفمبر بنسبة تصل إلى 20% بسبب حالة الركود وضعف القوة الشرائية، بالإضافة إلى كثرة المعروض من اللحوم في الأسواق وأيضا انخفاض سعر العلف. لحمة هنا كانت وصلت 140 و 150 جنيه ولما نزلت وريحت في ناس من التجار اللي بيبيعوا اللحمة عندهم ضمير شوية فريحوها. أما كانت غالية ما كناش بنقدر نجيبها، هنجيبها ب 130 إزاي أو ب 140 إزاي، كناش بنجيبها. أما دلوقتي الدنيا حلوة واللحمة رخيصة وبنشتري وإحنا مرتاحين. ناخدها ب 140 دلوقتي بناخدها ب 100 ب 100 جنيه وب 90. الناس ما كانتش بتاكل لحمة الأول لما كانت ب 130 وب 120 وب 140 غلوها، في ناس بتبيع ب 90. لحمة جاموسي؟ لحمة جاموسي وبقري وكل حاجة، لحمة عجالي. تشتري اللحمة بكام دلوقتي؟ أنا بشتريها ب 100. اول يوم بس عملها ب 90 جنيه وتاني يوم خلاص هخليها ب 100. الصفقه اللي جابها السيسي دي من بره برضه كويسه، والسمك هينزل ان شاء الله راخر. انا طبعا بشكر الرئيس بتاع السيسي ان هو جاب الحيوانات والعجول من بره من السودان، هو السبب في التخفيض. لما جاب مليون راس من بره هو ده اللي نزل السعر في البلد هنا وهينزل في جميع البلاد. اللحمه كانت بكام وبقت بكام دلوقتي؟ اللحمه كنا بنبيعها ب 130 دلوقتي بقت ب 100. المفروم بكام؟ المفروم ب 80. ما كناش بنعرف نشتغل خالص، كان الجو تعبان قوي زياده عن اللزوم، كان ممكن تتباهى العجله تقعد 3 4 ايام ماشي، فهو ده اللي نزل موال. اللحمه كانت ب 130 الصغيره العجال، والجمله كانت ب 100. اصبحت اللحمه لما كترت في الاسواق بقى نزلناها ل 100 ان شاء الله. ايه بقى السبب؟ السبب العلف الاساسي هو الرخص. الاول ما كانش في حد بيسال عن اللحمه خالص، كنا نسينها. دلوقتي لما رخصت كله بقى بياكل لحمه الحمد لله. حضرتك شايف في جزارين تانيين لسه ما نزلوش؟ في ناس ما نزلتش بقى، ده شعب التجار ده. اللحمه سعرها نزل، بيقولوا العلف كمان سعره نزل، ممكن تقول لنا كان بكام وبقى بكام؟ دلوقتي ب 160 وقبل كده ب 220. عشان كده اللحمه سعرها نزل. وفي دي تقفله، انما الرده كانت ب 105، كانت ب 175 ودلوقتي ب 135. كانت اللحمه غاليه، ما كانوش الجزارين بيجيبوا الحاجات؟ لا ما كانوش بيكتروا منه طبعا، الا اللي هم بتوع اللحمه اللي بيذبحوا كتير. لا ما هم بيحاولوا على قد ما يقدروا ان هم ما ياكلوش ويزودوا في الفلوس، يعني بيقللوا في السعر. ياكلوهم بقى حاجات تانية بقى، التكلفه اللي هي اللي هم بيتحكموا فيها بحيث ان هم يعرفوا يقللوا السعر شويه. دلوقتي لا دلوقتي بيكتروا في العلف وبيزودوا منه. في سحب يعني؟ في سحب ان شاء الله. استيراد بكميات مكثفه خصوصا في وزاره التموين، الجمعيات، جهاز الخدمه الوطنيه وقوات المسلحه، كانوا مستوردوا العجول السوداني بيذبحوها هنا وبتتذبع هنا، فطبعا الناس جريت عليها عشان في فرق سعر كبير والناس معذوره يعني. يعني زياده في المعروض ادى لانخفاض سعر اللحمه؟ طبعا العرض والطلب، بس العرض والطلب ان كان في العرض كتير نتيجه ان مفيش شراء كتير. بارقه امل بدت واضحه على البسطاء الذين يتمنون ان تستمر لاطول فتره ممكنه. حلوه والله، احنا فرحانين ان اللحمه رخصت والله، فرحانين قوي. اللحمه ب 90 وكل حاجه نزلت، وعايزين ادوات الكهربائيه كمان تنزل اهم حاجه عندي. مي عبد الرحمن، العاشره مساء. طيب قبل ما نسال هو ايه الاسباب وهل ده ممكن يستمر ولا لا، تعالوا نشوف المنوفيه ايضا. هل انخفضت أسعار اللحوم للأسباب اللي بيقولها الناس؟ انخفاض سعر العلف، زيادة المعروض من اللحمة بسبب أن الناس عند لحظة معينة يعني قللت وتوقفت، بالإضافة إلى أن المعروض في الأسواق أكبر من احتياجات الناس اللي قللوا هذه الاحتياجات خلال الأشهر القليلة الماضية. تراجعت أسعار اللحوم بشكل ملحوظ لدى بعض التجار بمحافظة المنوفية، الأمر الذي لاقى مردودا إيجابيا لدى الأهالي. الدنيا اتحركت لتحت بالسالب مش بالموجة، بس ودي ميزة. كل حاجة بدأت تنزل شوية، يعني مش في كله برضه، بس أهو اللحمة دام بدأت يبقى ربنا يسهل. أولا العلف أسعاره نزلت، ثانيا القوة الشرائية نفسها قلت، فدي اثرت على كله. مع ان العلف رخص اللحمه نزلت، الباين بتكتر المواجهه في السوق. بحب كام؟ لحمه صغيره ب 110
والكبيره ب 80 جنيه. في اقبال الحمد لله، احنا كل يوم بنذبح اثنين. يعني بقت اللحمه بقت في معدل من 80 ل 100. لا يا نزلت الحمد لله، نزلت بقى كويسه الحمد لله، وانا حمد ربنا. وانا بقول لحضرتك انا عايز الغلابه تاكل. في اقبال افضل من الاول، وكنا بنذبح الاول مثلا الايام اللي فاتت دي عجل في اليوم، دلوقتي بقى نذبح اثنين او ثلاثه كده يعني. طيب خلونا نسأل الأستاذ محمد وهبة رئيس شعبة العلوم اللحوم بالغرفة التجارية. أستاذ محمد أهلا بيك. أهلا بيك أستاذ وهبة. لحوم علوم برضه، قول لي الأسباب، هل فعلا هل أسعار اللحوم كورة بقى؟ نعم؟ كنت بخوف الكورة وقرعة كأس العالم بقى. أما عايزين الناس يعني تبتهج لحاجة شوية. ونفسك نفسك تشوفنا تاني زي 90 كده في ان شاء الله. الحمد لله ان شاء الله هنحتفل ونفرح دايما. قول لي اسعار اللحوم انخفضت فعلا؟ اه طبعا انخفضت فعلا، والكلام ده انا قلته من بعد العيد الكبير. اه طب ليه، ايه الاسباب على ارض الواقع، وهل ده مؤقت ولا لا؟ لا لا بص انا هقول لك كل اللي في دماغك واللي نفسك فيه. اولا نمرة واحد، ان بعد خروجنا من العيد الكبير، العيد الكبير حصل فيه كساد والناس ما استهلكتش كتير، فتوفرت عجول عند المربيين، واخد بال حضرتك، موجوده لغايه دلوقتي، هم اللي بيطلعوها دلوقتي ان هي بقت فيه كتيره في السوق. اه يعني بسبب ارتفاع الاسعار الناس ما استهلكتش لحوم. اه لا لا في حاجات ثانيه، بس اصبر عليا يا استاذ وائل. اتفضل. اصبر عليا ما تستعجلش. زائد ان انت كمان جهاز الخدمه الوطنيه ووزاره التموين استوردوا عجول كتير جدا سوداني واسباني ومن اورجواي تتذبح لجاهزه للذبح، بتيجي تتخدم ازرق، فدي برضه غرقت السوق وسعرها كان كويس بالنسبه للناس وفي تناول الجميع. نمره اثنين، ان احنا ابتدت تباين بشاير بعد ما منعنا ذبح البتلو، ابتدت العجول التموسي تظهر في السوق دلوقتي، وفي عند القوات المسلحه عجول كتير جدا هتطرح في السوق مستقبلا، ودي هتؤدي الى ان المحنى البياني بتاع الاسعار هيبتدي ينزل. انت تقول دي ضمن الاسباب اللي نزلت لحوم. وبعدين احنا عايزين نفرق بين مناطق الانتاج والقاهره. القاهره واسكندريه دي مش مناطق انتاج. القاهره واسكندريه بتاخد مناطق الانتاج. يعني انت لما تروح اي المنوفيه، تروح بني سويف، تروح المنيا، هتلاقي الاسعار اقل، دي اماكن انتاج. انت بقى بالنسبه لكم انتوا هنا يعني حبايبنا الاعلاميين والممثلين والناس اللي هم على مستوى بتزيد شويه عشان تكلفه النقل يعني. لا تكلف، لا لا، انت بقى بتاكل ايه؟ هتاكل الفيليه والتبون ستيك والانتركوت، واخد بال حضرتك، والكودي بيف، واخد بال، استنى، والروستو، الحاجات دي سعرها بتبقى عاليه شويه. احنا بنقيس دي بالناس الغلابة اللي انت شايفهم دلوقتي قدامك، اللي هو بياخد كيلو لحمة عشان يطبخ بيه، في فرق بالسعر من هنا ومن هنا، فاحنا ما نحطش بقى ايه ده زي ده، كل حجرة وليها أجرة، وكل صنف وليه ثمن. انت عندك ناس بتبيع 100 جنيه، ده اسمه اللحم الجاموس الكبير، واخد بال حضرتك؟ اما العجول الكندوز الصغيرة دي هتتباع في الريف مش اقل من 120 جنيه، واخد بال حضرتك؟ تيجي توصل للقاهرة هنا عشان تاخد اجهزة الاجزاء. لكن انت متوقع ان معدل الانخفاض ده يستمر او يثبت حتى؟ لا 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 ان شاء الله يستمر الانخفاض، وانا الكلام ده انا قلته من بعد العيد الكبير على طول. انا بشكرك يا استاذ محمد، الف شكر. طبعا يعني نتمنى يا جماعه، بس جزء منها زي ما بقول لكم انه الناس كمان لما بتقلل معدلات استهلاكها احتجاجا على ارتفاع الاسعار الجنوني يعني، بالإضافة إلى المعروض في السوق يبقى أكثر من الطلب، بالإضافة كمان للأسباب اللي قالها الإضافية اللي قالها الأستاذ محمد، كل ده يساهم في انخفاض أسعار اللحوم. اللحوم طبعا بالنسبة للناس يعني هي السلعة اللي بيقيس عليها مستواه، تعودنا كده يعني، حتى يقول لك أنا هو أنت بتاكل كام يوم لحمة يعني، فيقيس مستواه المعيشي بده، انه بياكل كام يوم لحمه فهو ده مستواه المعيشي، اعتدنا ذلك يعني. لكن الناس طبعا بسبب
الارتفاع الكبير في الأسعار خلال الأشهر القليلة الماضية، المفاهيم دي اختلفت والناس خلاص بقت تعمل أجندتها التي تتناسب مع إمكانياتها. هشوف إمكانياتي إيه، اللبس ممكن ما جيبوش السنة دي، الأكل يمكن إنهم يخفضوا معدلات الإنفاق عليه بأشكال مختلفة. تعالوا نشوف في المدارس. كنا دايما بنقول يا جماعة المدارس هو أهم استثمار، لأنك أنت مش ممكن هتتقدم للأمام وعندك التسرب من التعليم كبير، وبعض العائلات عندهم مشاكل أصلا مع تعليم أبنائهم، فلما يبقى مفيش مدرسة قريبة وهيبقى خايف على أولاده، بالإضافة للي بيشغلهم في عوامل مختلفة بتؤدي إلى التسرب من التعليم. لكن خلونا ناخد بالنا جدا من أن إنشاء مدرسة معناها صناعة مستقبل، هي كده. وكل ما تتمكن من أن يبقى في عندك مدرسة في مكان، لأنه في بعض القرى ما فيش فيها مدارس إلا على بعد مسافات بعيدة زي النموذج اللي هنشوفه، ونشوف إيه المشكلة وإزاي ممكن نحلها، لأنك زي ما بقولك بتستثمر في المستقبل. تخلو قرية كفر الحصر بالشرقية من مدرسة إعدادية توفر الوقت وجهد المسافة على الطلاب، الأمر الذي صرف أنظارهم إلى تلك الأرض الفضاء غير المستغلة لتكون محلاً للمدرسة التي يطالبون بها، منتظرين بفارغ الصبر قراراً بإنشاء المدرسة. احنا النهارده موجودين هنا ورانا حضرتك ال 12 قراط اللي هو المفروض ان احنا مقدمين طلب بيهم للسيد وزير الاوقاف، للسيد وزير الاوقاف بخصوص ان احنا نخصص قطعه الارض لابناء التعليميه لانشاء مدرسه اعدادي. والسبب اللي خلانا ان احنا نتكلم في مدرسه اعدادي ان اولادنا اقرب مدرسه لنا تبعد عن حوالي 3 كيلو هنا في قريه بنايوس جنبينا، والمدرسه الثانيه في مجمع الصيادين، واولادنا طبعا من مسافه الطريق ديت طبعا بتاثر عليهم، زائد ان في بلطجيه بيتعرضوا لهم في الطريق وبيطلعوا عليهم. بلد عندنا عدد سكانها يزيد عن 17,000 نسمة، وفي حاجة إلى مدرسة إعدادية حتى الأولاد ما يتعرضوش للهلاك أثناء الانتقال إلى بلاد أخرى أو لمدينة الزقازيق، على أساس إن كنتوا يعني تساعدونا في بناء مدرسة إعدادية. الحمد لله قدرنا إن احنا ناخد موافقة مبدئية بتخصيص قطعة أرض، لكن لم يتم التخصيص حتى الآن. ومن حقنا ان احنا يكون لنا عندنا مدرسه اعدادي، لان اغلب المدارس الاعداديه فترات مسائيه لانها مدارس ملحقه على المدارس الابتدائيه. طب فتره مسائيه احنا بندخل في الشتاء بيخرجوا الساعه 5، 5 دي بناتنا لما بتيجي من مدرسه الابطال الاعداديه الطريق غير امن بالمره. اللي عندنا ابتدائي بس، ما عندناش اعدادي. كل الكرة اللي حوالين مننا دول كلهم عندهم اعدادي، اللي عنده مدرسه واللي عنده 2 واللي عنده 3. يعني عندنا قريه زي كفر حمام عندها فيها 3 مدارس، بنيوس فيها مدرستين او 3، وبيشه وكل القرى اللي حوالين مننا. استخدموا حته الارض دي خرده زي ما انت شايف، طلع عليا بلطجيه وبياخدوا مني الشنط وبياخدوا مني الفلوس وبياخدوا مني كل حاجه. طب بيقلبونا، عايزين مدرسه جنبينا هنا يعني تبقى قريبه مننا عشان نعرف نروحها، احسن ما نيجي نتقلب ونبقى بعيد عنها تبقى قريبه مننا اقل حاجه. زي ما بقول لكم نهتم بقضيه المدارس. صحيح البعض هيقول المدارس ماتت يعني والسناتر اصبحت بديلا لها، لكن يعني على الأقل في المرحلتين الابتدائية والإعدادية يعني ما زالت حية حتى الآن يعني شوية. بالتالي هنا لو لقينا مشاكل من هذا النوع يعني أتمنى يكون منهج التسهيل مش منهج وضع العقبات. كمان المشاكل اللي هي هنشوف واقعتين، يعني الواقعة المتعلقة ب أنا زي ما قلت لكم مثلث العلاقة بين المعلم والتلميذ وولي الأمر في منتهى الانهيار، والمشاكل اللي بنشوفها دي بنشوف عكسها. يعني إذا هنشوف مدرس يعتدي على تلميذ، لا بنشوف تلميذ بيعتدي على مدرس أيضا. الواقعة دي لمعلمة سكبت ماء مغلي على طفل، والطفل ده يعني في الصف الثاني الابتدائي في رود الفرج.
في أحد فصول مدرسة ابتدائية، وبينما كانت المعلمة تعد كوبا من الشاي أثناء الحصة، انسكب الماء المغلي على الطفل عمر زكي مسببا حروقا بظهره ورجليه. يوم الحد أول يوم في الأسبوع والولد راح المدرسة، فوجئت بعد ساعتين من الدراسة الولد جاي بيبكي وقلع قميصه وحطه على كتفه ومسك شنطته وقلع لمؤاخذة كوتشي من رجله ومسكه في ايده وجاي بيعيط ومفروط من العياط وشكله يخض. يا لهوي مالك فيك ايه؟ قال لي يا ستي اتحرقت، المدرسة حرقتني. حرقتك ايه اللي حرقك؟ قال لي يا ستي ده لقيت عليها الكاتن بتاعها لسحها في ايده، حط الكاتن على الديسك فهي راحت مسكته لسحها فراحت رمياه. فانا قلت له طب رميته رميته عليك كده؟ طب ده انت محروق من في ظهرك. قال لي كنت بجيب الكراسه بتاعتي من الشنطه، عملت كده عشان اجيب الكراسه، فهي ما دلت الكاتل جاي على ظهري وعلى رجلي. مفيش مدرسه باثناء شرح الحصه بيبقى فيه كاتل بيتحط على ديسك طفل، وحاط طبعا كتبه وحاطط كراسه بيكتب عليها بيسند عليها. لما تحط كاتل هقول عليها هيكتب ازاي ولا هيركز ازاي؟ وهي فين الوقت ليها اصلا تشرب شاي ولا تشرح امتى الحصه بتاعتها؟ لما الحصة نص ساعة عندها 50 طفل ل 60 طفل، فين العيلة هيستوعب أصلا في الخمس دقايق ولا العشر دقايق؟ فوجئت إن مراته بتتصل بيا بتقول لي ده عمر اتحرق في ظهره وفي رجله. قلت لها ماشي حقوق جامدة؟ قالت يعني جامدة اه. قلت لها ماشي حاضر أنا بجيب الشغل أشوفه بالليل. ابني السنة اللي فاتت كان في المدرسة وفي كان في مدرسة يعني كانت دايما مستقصدة في الفصل وكده وبتضايقه دايما وكده، وكان ما بيعملش مثلا لو عمل الواجب او ما عملوش تخليه يبوس رجليها. الميس كانت بتعمل شيء راح هي كانت ماسكه الكتل راح تصب راح اتلسحت راح رميته عليا. طبعا انا لما جيت هنا البيت هنا فوجئت ان اللي هي المدرسه جت بتقول انا مش فاضيه شوفوا انتوا عاوزين كام. فهي الاولاد احنا اولادنا مش بفلوس، من امتى العيل بيتمن بفلوس حضرتك؟ عجبني قوي صوره المواطن المصري اللي خد سيلفي مع الذئب بعد ما اصطاده، يعني عم عبد السميع ابو فهد، واخد ما يعني ده يعني سيلفي تنتشر انه ده يعني ربما قرب سيلفي في هذه الايام، وجاب كمان اهو مجموعه كمان بياخدوا سيلفي مع الذئب بعد ما تخلصوا منه. يا عم عبد السميع اهلا بيك. اهلا بيك يا فندم، ازي حالك يا فندم؟ اهلا بيك، اهلا وسهلا. ازيك يا سدوان؟ الله يخليك يا حبيبي، الله يبارك فيك. قول لي بقى قصه الصوره دي ايه؟ الو انا سامعك، قول لي قصه الصوره ايه بقى؟ الصورة دي والله انا بطلع في الغيط كل يوم الصبح، بطلع ده معايا جسد بروح ازيق، وفي المنطقه دي فيها ديب، طبعا ديب انثى من الديب والده هناك في الزرع ده، فبتهددنا طبعا كل ما بنروح بتهدد المزارعين والجماعه اللي بيرعوا الغنم والجماعه دول كده، فعامله رعب في المنطقه. هي بتهجم على الغنم بس ولا كمان على البشر؟ على الغنم، ولو اي حد من المزارعين يعني رايح يشوف زرعه يشوف مصلحته يعني ممكن تهجم عليه. فاحنا فكرنا فيها طبعا دي ليها شهر تعبانه ومغلبانه يعني نعمل ايه فيها؟ ففكرنا نعمل لها مصيده. اه. فعملنا المصيده دي ونصبناها ووقعت لجل الحظ في اليوم ده معانا. فصاد المصيده صدناها بيها. اصطدتوها يعني. اصطدناها بالمصيده اللي احنا عاملينها. عملتوا ايه المصيده ازاي بقى قول لي؟ المصيده دي حاجه اسمها نظام فخ او زي ايه زي حاجه اسمها الكلاب. ازاي المصيده دي عندنا في ورشه من الورش اللي بتعمل الحديد دي، نظام فخ كده زي مشابه اللي كان بيستعدوا بيه العصافير بس على اكبر. بتحطولها ايه، خروف ولا ايه ولا بتحط؟ لا ولا حاجه، بنحطها في الارض كده وبنردم عليها التراب بحيث ما بحيث الديب يجي معدي يجي واقع في الفخ نفسه. يقع فيها يعني. يقع فيها. فاحنا طبعا عملنا لها المصيده دي وظبطناها دي ونزلنا فيها طبعا بعد ما صبناها، كان الجماعه اللي معايا اللي انت شايفهم في الصوره دول اصحابي دول. فكانوا معايا طبعا في وحوش والله يا عم عبد السميع، بس قول لي
الديب ده اعتاد يعني بيهددكم في الايام اللي فاتت دي. اه بيهددنا في لما بنروح نشوف الزرع بتاعنا ونشوف ده لما ما بنقدرش نخش القصب عشان خاطره، لان هي انثى والده جوه. وبعدين خدتوا صوره معاه بقى. نزلنا فيها ضرب بالعصي بالشوب وبتاعه، خلصنا عليها قبل ما تخلص يعني تموت، كنا وقفناه واخدنا معاه الصوره السيلفي دي. طيب ماشي يا مبسمي. ماشي يا فندم. بشكرك يا مبسمي. عايز تقول حاجه؟ انت بتقول لا مواليد الزي كانت معاكم مش كده؟ نعم. الزيبه دي كان لها مواليد معاها. والده في القصب جوه بتاع هو. طيب ماشي يا مبسمي، الف شكر. الحكم بحبس نبيل وحش المحامي 3 سنوات، وده معناه انه يعني التصريحات التي تحمل تحريضا على العنف من اي نوع لا وفقا للقانون يعاقب عليها القانون. يعني كان الاستاذ نبيل وحش قال، وكان معنا في مداخله قبل كده، يعني كان قال ان اي بنت ماشيه ببنطلون مقطع من حق اي حد يغتصبها يعني. ولما دخل معانا فيعني قال انا اقدم اعتذارا، ولكن المحكمه حكمت عليه بالحبس 3 سنوات. قضت محكمة جناح أمن الدولة طوارئ اليوم بحبس المحامي نبيل وحش 3 سنوات وغرامة 20,000 جنيه في اتهام بالتحريض على ارتكاب جرائم مواقعة الفتيات قسرا والتحرش بهن في القضية المعروفة إعلاميا باغتصاب فتيات البنطلونات الممزقة. البنت اللي بتلبس بنطلون مقطوع من ورا بتحرض على التحرش به، فهي اللي ما بتحميش نفسها وهي اللي بتحرض الناس على التحرش بيهن. ولو بنت نبيل الوحش لبست بنطلون مقطوع من ورا يبقى التحرش بيها واجب وطني واغتصابها واجب قومي. ده اللي قلته. انا بعتذر على الملأ لانه انا الوحيد اللي بدافع عن الصلاة الاخلاقيه من 30 سنه، وحضرتك تعرف ومصر كلها تعرف، وحاجاتي موثقه ضد العري والهلس والجنس. اعتذر نبيه الوحش في مداخلة هاتفية مع برنامجنا 10 مساء عما صدر منه، وهو ما لم يقبله البعض. هو طبعا بيحاول ان هو يهرب الموضوع، لكن انا معايا 40 موكل مش هيوافقوا على التنازل. وبعدين ده يعني بيقول لك خان اللفظ، لا لفظ ما خانوش، وبعدين القاضي هو اللي هيقرر. طبعا الذهاب الى مسجد الروضة والى القرية التي شهدت المذبحة الدموية هي بمثابة رسالة في مواجهة الارهاب والارهابيين، ولاشعار الناس كمان لستم وحدكم يعني، وان كل المجتمع معاكم. فيعني حتى كل هذه المبادرات، ولسه في دعوات مختلفة من قطاعات متنوعة من المجتمع بالذهاب إلى هناك، في نقابات بتجمع، وفي أندية بتجمع، وفي مجموعات من المثقفين والسياسيين بيجمعوا نفسهم. لكن ما حدث طبعا يوم الجمعة كان بمثابة الرسالة القوية في مواجهة الإرهاب. في تحد للإرهاب، وبعد أسبوع واحد من حادث مسجد الروضة الإرهابي، فتح المسجد أبوابه أمام المصلين لأداء شعائر الجمعة بحضور شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب ووفد من الأزهر الشريف.
اسأل ضميرك ليه كده؟ مين مستفيد من كل ده؟ دي فعل وطية فعلتها، كان فين ضميرك وقتها؟ شوف قد ايه ناس ابرياء بلا اي ذنب قتلتها. جايين نعزي الشهداء ونعزي اهل الشهداء واسر الشهداء، اتمنى اموت زيهم باذن الله. قول ان احنا ضد اي ارهابي خاين، ضد اي حد، واحنا جينا النهارده ان احنا بنقول لهم ان احنا مش خايفين من اي حد. انا جاي اعزي الناس اللي في القريه هنا واشاركهم في حزنهم، لان شيء احزنني كتير، وده شيء كنت مش هتوقعه في بلدنا بالذات. وبحيي شعبنا وجيشنا وشرطتنا وبلدنا وناسنا كلها. جاي من شبيل كوم منوفيه ان شاء الله. جاي ليه؟ جينا نوري العالم كله ان مصر كلها ايد واحده، ومن اخر الدنيا كلنا مصريين يعني. نساء مصر، بنات قبيله البياضيه، بنات كل القبائل موجودين لمؤازره اخواتنا والدات وزوجات الشهداء. بنشكر كل من حضر، وده اقل واجب بنقدمه لهم النهارده. انا جاي النهارده لان ليا صاحب حبيبي جاي من هنا، كان في الجامع. احنا جايين من بير العبد ومش خايفين، احنا ناس كتير ماتت وفي تامين وان شاء الله احسن. انت باباك كان هنا واخوك؟ اه. احكي لنا ايه اللي حصل. اللي حصل انهم يجوا كده ويجوا هربوا لهنا، ومن دخل عليهم جوه، وابوي وهو اخويا واقفين جنب بعضهم، ولو استشهد والله. اخويا ابويا وبس هاجم علينا. ابوك واخوك كانوا هنا؟ اه. جئنا من وفد الأزهر نتضامن مع أهل القرية وندعو الله لهم أن يرحم شهدائهم وأن يكونوا في الجنة إن شاء الله. أهلها في رباط اليوم القيامة إن شاء الله، ومفيش حد هيقدر يكسرها أبدا. عملوا أكتر من كده برضو مش هقدر يطلعونا من هنا أبدا، هنفضل عمرنا هنا غصب عنهم وبرغمها هنفضل عمرنا هنا. مش خايف من أي حاجة، وجاي من الشريعة مخصوص. ونتمنى انها تتكرر في حالات اسعد كده، واحنا منتصرين على الارهاب ان شاء الله. قلبنا موجوع، لكن احنا طول عمرنا مجاهدين وهنفضل مجاهدين للنهايه يعني. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. لا تحزنن على غدر الزمان، لطالما رقصت على جسس الاسود كلاب لا قصدها تعلو على اسيادها، تبقى الاسود اسودا والكلاب كلاب، ونحن وإن جار الزمان ببرهة نبقى الكبار وغيرنا أقزام. هطلع فاصل. قضية في غاية الأهمية، القضية الناس دايما بتتكلم عنها في فترات متفاوتة يعني، وبأشكال متفاوتة أيضا، اللي هو يقول لك إن الإخوان في مؤسسات الدولة. طيب يقول لك طب هل نعاقبهم على أفكارهم؟ هل نعاقبهم حتى على ميولهم؟ هل نعاقبهم على انتمائهم الفكري أو التنظيمي؟ ولا اللي يرتكب جريمة يحاسب؟ وفي ناس تانية تقول لك لا، مع جماعات من هذا النوع الأفكار أخطر من القنابل، بل إن القنبلة بتبدأ بفكر. وده طبعا الجدل أثير من جديد، لأن جامعة القاهرة فصلت 5 من أساتذة الجامعة. دكتور رشاد محمد البيومي، وده أستاذ بكلية العلوم، الدكتورة باكينام الشرقاوي الشهيرة اللي انتوا عارفينها، مساعد الرئيس محمد مرسي، وكانت مهندسة الاجتماع العقد على الهواء والمتعلق بقضية سد النهضة واللي عمل أزمة مع أثيوبيا، والدكتور عصام الدين حشيش ده بكلية الهندسة، والدكتور أحمد محمد الزهيري، والدكتور عبد الرحمن الشبراوي. عادت القضية للجدل من جديد، نحاسب الناس يعني حتى لو انتماءه بداخله يعني، حتى لو هذا الانتماء ليس فكريا عاطفيا بس يعني في نوع من الميل يعني، حاسبه ولا حينما يرتكب جريمة فقط؟ هتلاقوا فيها يعني خلافات في وجهات النظر. ناس تقول لك انا مش هستنى لغايه ما يرتكب جريمه، وناس ثانيه يقول لك ان تنظيمات من هذا النوع لا، العاطفه والافكار اخطر من القنبله. هنناقش معاكم هذه القضيه بعد الفاصل.
كل ايفنت بنحاول على قد ما نقدر قبله نرتب كل الترتيبات عشان نوصل للولاد المسج كامله بطريقه عملية وفي نفس الوقت ونظرية الاثنين في نفس الوقت، لأن مش كل الولاد بتفهم من أول ما تحكي لها قصة، فلازم تجسم لهم الموضوع عشان يبقى فيه ربط. طبعا احنا كمتخصصين النهاردة جينا وكان معانا شغل كويس جدا مدروس عن الاحتفال ومظهر الاحتفال المصريين بالمولد النبوي الشريف، وفهمنا الأطفال الصغنطتين ازاي ان هي اصلا تقليد جه من الدولة الفاطمية، الحاكم بأمر الله خرج في مولد النبوي هو وزوجته، وكان زوجته كانت لابسة فستان أبيض وتاج من الياسمين، وهو كان ماسك على حصانه، فهي ديت اللي جاه منها العروسة والحصان. كانت العين جاية منبهرة جدا بالحدث وعارفة يعني إيه التراث بتاعنا ويعني إيه مولد النبي، وقدروا يوصلوا لها المعلومة بشكل مبسط، أسئلة أنا ما كنتش بعرف أقدر أجاوب عليها هي قدرت توصلها لهم بطريقة لطيفة جدا. لسه هنا محمد كنا سنة وانتو طيبين. احنا العيل عروس المول محمد نبينا بنوره هدينا من مكة حبيبي نوره فطال المدينة. مشاهدينا نحييكم من جديد. هذه القضية أثيرت من جديد أيضا بعد أن فصلت جامعة القاهرة 5 من أساتذة الجامعة لانتمائهم لجماعة الإخوان، وأكد رئيس الجامعة أن ذلك يتفق مع صحيح القانون على اعتبار أن جماعة الإخوان جماعة إرهابية. لكن في كل الأحوال هذه القضية كانت مثارة دائما، كان البعض يقول الحقوا ده مؤسسات الدولة فيها بعض الموظفين الذين ينتمون لجماعة الإخوان، وكان المجتمع منقسما في هذه القضية. بعض يعني يقول لك هل نحاسب الناس على انتمائهم الفكري أو العاطفي حتى، لأن في انتماء عاطفي يعني ربما لا يتبنى أفكارهم ولكن يعني عنده نوع من الميل العاطفي لجماعة الإخوان، ولا نستنى لغاية ما يرتكبوا جريمة فنحاسبهم. كان الانقسام في هذه القضية يعني استنادا للقانون واستنادا للدستور. هل اختلف الوضع؟ البعض احيانا يقول لا، يعني حساسية هذه القضية الان واحنا بنواجه ارهابا مسلحا، بالاضافة الى ان ايضا في الجانب الاخر البعض يقول لا مفيش حاجة اسمها انتماء فكري او انتماء تنظيمي يعفيك من المساءلة والمحاسبة على اعتبار ان الافكار في هذه الجماعات اخطر من القنابل والرصاص. هنناقش هذه القضية مع ضيوفي داخل الاستوديو. اقدمهم لواء فاروق حافظ المكرحي. سيادة لواء اهلا بيك. اهلا بيك يا استاذ وائل، تحياتي لك. مساعد وزير الداخلية الاسبق. دكتور ممدوح المصري وكيل كلية الاداب الدراسات العليا بجامعة طنطا. دكتور ممدوح اهلا بيك. اهلا بيك. والاستاذ عبد الفتاح محمد عضو مجلس النواب. استاذ عبد الفتاح اهلا بيك. اهلا بيك يا استاذ. دكتور فؤاد عبد النبي الفقيه الدستوري. دكتور فؤاد اهلا بيك. اهلا بيك يا استاذ وائل، كل عام وانتم طيبين ومصر طيبه. كل سنه وانت طيب. استاذ رجب بلال حميده عضو مجلس الشعب السابق. استاذ رجب اهلا بيك. اهلا بيك استاذ. اهلا وسهلا. دكتور خالد سمير استاذ بكليه الطب جامعه عين شمس وعضو مجموعه العمل من اجل استقلال الجامعات. دكتور خالد اهلا بيك. اهلا وسهلا بك. خليني هنا اخد المساله في الاطار الجامعي في البدايه دكتور ممدوح. على اعتبار ان يعني تجددت هذه القضيه من جديد بعد فصل 5 من اساتذه الجامعه، انا قلت اسمائهم قبل الفاصل. تعتقد هنا انه الانتماء التنظيمي او الفكري او العاطفي يستوجب المحاسبه بهذا الشكل، ولا يعني احاسبهم اذا ارتكبوا جريمه فقط؟ يعني بسم الله الرحمن الرحيم، انا بشكر حضرتك على هذا الموضوع اللي الحياه دايما بتمس قضايا في غايه الخطوره. المشكله ليست ان احنا بنتكلم على انتماء مجرد يعني افكار، ولكن لابد ان الاول نحلل الافكار. هل هذه الافكار افكار تبني ام افكار تهدم؟ المشكله انها افكار تهدم،
وبالتالي طالما الافكار تهدم يبقى لابد من مواجهتها بنوع من الحسم، لان احنا حضرتك بنتعامل مع فئه خطير، يعني من اخطر الفئات، وهي فئه المجتمع الجامعي، فئه طلاب الجامعه. يعني انت شايف هنا يعني استاذ الجامعه تحديدا لو عنده الانتماء فكري او عاطفي هينقله لطلاب الجامعه؟ ده لا شك، لان الطالب بالنسبه له استاذ الجامعه هو المثل والقدوه. استاذ الجامعه هو لا زال حتى برغم من بعض الاشياء التي تنال منه، لكن هو يبقى دائما هو القيمه والقامه لدى الطالب. وفي المجتمع ككل، ليس فقط في ده بس، وبالتالي في عمليه التاثير والتاثر موجود. وده شفته عندك في جامعه طنطا؟ لا شك موجود. يعني النهارده الاستاذ حضرتك بيحتضن تلامذته معاه في المحاضره، وخاصه في الاقسام العمليه بيقعد معاهم فترات كبيره جدا، خاصه في المواقع، اذا كان في مواقع، اذا كان في المعامل، فبيقعد معاهم بيحتك معاهم، وبيبقوا جروبات صغيره جدا، وبيقعد معاهم بينقل معاهم، وبالتالي فعمليه التاثير والتاثر موجوده بشكل مباشر. يعني ده موضوع في غايه الاهميه. وبالتالي انت هنا يعني بتقول انا مش هستنى لغايه ما يخلق لي اجيالا يعني يحملون هذه الافكار، فلا بد من استئصالهم. يعني ده محتاج مواجهه. الاستئصال ده حياتك بمراحل. هل احنا النهارده قدرنا؟ النهارده احنا محتاجين الفكر والفكر الاخر الاول، وبعد كده حضرتك محتاجين هذا الفكر اذا كان فكر سرطاني، وانت عارف حضرتك ان الافكار دي افكار سرطانيه. اذا في بعضهم نجح ان هو يلفظ هذه الافكار اهلا بيه، انما اذا ما كانش قادر يلفظ هذه الافكار فلا بد من مقاومته واستئصاله تماما، لان مصر النهارده يعني حضرتك ما انتش محتاج نتكلم فيها، مصر النهارده يعني بتحارب من جميع النواحي. طيب احنا مش هنستنى كمان في المجتمع الجامعي كمان الكلام ده، ولا كده نبقى بنحاسب الناس على افكارهم؟ والله يا استاذ وائل انا هطرح بعض الاسئله قبل ما اجاوب على السؤال. هل احنا بصدد يعني دوله ام بصدد شبه دوله او لا دوله؟ هل نحن بصدد دستور يحترم او لا دستور يحترم؟ هل نحن بصدد سيادة القانون واستقلال القضاء وحصنته باعتبارهما ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات؟ هل نحن قصاد بصدد سيادة الشعب وحده يمارس سلطته وحده ويصون وحدته الوطنية وحده؟ بالإجابة على هذه الأسئلة ممكن نجاوب. تجاو في اطار القانون والدستور. لا احنا دوله ولا بد ان نحترم الدستور. إذن يعني إذن يبقى اجابات منطقيه. يعني اجابتي لن تكون وفق النوايا ووفق المعتقدات ولا وفق الافكار، لان المعتقدات والافكار والرغبات نص عليها في قانون الارهاب 94 سنه 2015 في الماده 28 من قانون الارهاب، ووضع عقوبه لها. ولذلك لو بصينا سعادتك لقانون الارهاب، القانون 237 لسنة 2015 قال إيه؟ تلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب بكل صوره وأشكاله وتعقب مصادر تمويله باعتبار في خلال فترة زمنية محددة، زمنية محددة، باعتباره تهديدا للوطن والمواطن، مع ضمان مع ضمان حماية الحقوق والحريات. إذن في قانون الدستور لما وضع المادة 237 بتاعة الإرهاب اللي انبثق منها قانون الإرهاب، القانون 94 2000 نص على احترام الحقوق والحريات. طيب بس هو أنا أقول لك، هل القضية قضية حقوق وحريات ولا نعم قضية إرهاب مسلح يبدأ بالأفكار أولا؟ ما كانش نص على كده يا أستاذ وائل، ما كانش نص في الماده 201. بس مثلا رئيس جامعه القاهره قال ان انا القرار اللي اتخذته يتسق مع قانون الارهاب. شوف يا استاذ وائل، اولا احنا بنتكلم العزل حدد على سبيل الحصر بطرق ثلاثه، الطريق التاديبي والطريق الغير تاديبي والعزل بالحكم القضائي. واخد بال سعادتك؟ عزل الطريق التاديبي يعني عن طريق المحكمه التاديبيه. المحكمة التأديبية العزل بغير الطريق عن طيب. بس خليني في الفكرة نفسها، يعني انت هتقول لي دي افكار لا يحاسب اصحابها؟ لا 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 لا، اذا لو حسبت على نوايا هتاخذ ايه قرار؟ قرار على بس نوايا. بس الارهاب يبدأ بفكرة قبل القنبلة قبل الرصاص. الارهاب
فكره ماشي فكره انت عمم اول ادي المعيار السليم الاول، معيار الحريه، معيار الحقوق والضمانات الاساسيه للمواطن، بعد اتكلم في النقطه دي. ولذلك منص في الماده 241 قال لك احترام الحقوق والحريات المنصوص عليها، احترم حقوقي. لكن انت تحاكمني كارهابي، ما انت ممكن تحاكم الشعب كله كارهابي وتدخل. طب ما بيقول لك في اجيال حتن وفي طلبه هيطلعوا يتبنون هذه الافكار. ما انا قلت في طلبه، ما انا هقول في الشرطه في طلبه هيتبنوا كده، وافصل الطالب من كليه الشرطه او وصله من كليه الحربيه ان انا عندي نوايا ان هو ممكن يكون ارهابي، وكليه الشرطه يبقى انا ارهابي. اذا يبقى هتترك السلطه التقديريه لرئيس الجامعه او رئيس الاكاديميه، سواء لا مش سلطه تقديريه، والراجل قال انا بستند للقانون يعني شوف لا طيب. يجب ان نحترم دستورنا ويجب ان نحترم طيب. قانوننا. فاروق حافظ المكرحي هل توافق على اللي قاله احنا بنتكلم بالدستور والقانون دون لا اصل تتامل في شويه بتامل فيه، لان هو دايما بيتكلم بالدستور والقانون، والدستور والقانون ما بيقولوش اللي هو بيقوله ده خالص. هو ده دي ثالث مره اجي معاه ويتكلم بالدستور والقانون. الماده 237 من الدستور بتقول ايه؟ بتقول تلتزم الدوله بمواجهه الارهاب بكل صور واشكاله. اقراها بس كملها للاخر، مصادر تمويله كملها للاخر باعتباره تهديدا للوطن والمواطن. النقطه الثانيه اللي انت بتشرحها، ما خليك، ما احنا قاعدين الماده وانت اقراها قدام الساده المشاهدين. اقرا له لغايه ما اجيب الماده. بعيدا عن الماده، انا يهمني يا جماعه المضمون نفسه. شوف يعني شوف ناس تحمل افكارا، هل ده خطا ولا انا ببقى حاسبهم؟ اذا كان بيحمل افكارا وقاعد في بيته اهلا وسهلا. انما بيحمل افكارا وبيدرس في الجامعه او بيدرس في الثانوي او مدرس تربيه رياضيه او بتاع كوره او في مصلحه لها علاقه باتصال بالجمهور تروح له علشان يخلص لك شغل، يقول لك روح للسيسي يخلصها لك، روح مش عارف ايه، لا تفوت علينا بكره. الله ده مش المجتمع، ما الاخوان ما همش مجتمع، كلهم ما يزيدوش عن 65,000 باعترافهم هم شخصيا وبالورق اللي اتظبط مع خيرة الشاطر، هم دول يمثلوا ايه؟ انما موجودين كسرطان في الاماكن. هذا السرطان لابد من القضاء عليه، لابد انك تشيل السرطان اللي موجود، تشيله من الجامعة، تشيله من الازهر. لما انا يبقى عندي في الازهر رؤساء معاهد ومدرسين في المعاهد اخوان وارهابيين، ونقول ان دول ده فكره. خلينا اقول يعني هنا احنا بنتكلم عن بعض الموظفين الذين ينتمون فكريا او عاطفيا او تنظيميا. لا مفيش حاجه اسمها عاطفيا، ما هوش مفيش حاجه عاطفيا. في ناس لا تنتمي فكريا ولا تنظيميا لكن عنده نوع من الميل العاطفي. لا ما هو ده، هي درجه من درجات الاخوان، بتبتدي من مبتدئ لغاية ما توصل لأخ. أحد درجات الستة بتوعهم اللي هو إيه؟ متعاطف. متعاطف يعني بقى حلو معانا. دول في منتهى الخطورة. هذه الجماعة كسرتان. بس هو هنا لم يرتكب جريمة، لم يحمل سلاح، وهو لا لم يطلق رصاصة. يا عزيزي الإخواني، إخواني سواء ارتكب جريمة، سواء مول، سواء بس افكار في اخرين بيجندهم للعصابة الارهابية، سواء عمل معهم باي اسلوب انه يجذب اليهم ناس اخرين، عطل مصالح الناس علشان الناس. طب هو لو استاذ جامعة يكتفي فقط بشرح المنهج للطلاب دون ان يتحدث، ايه اللي يضمن لي؟ هو إيه اللي يضمن لي؟ شوف المدرس في الثانوي والمدرس في الاعدادي مثل لطلابته، والمدرس في الجامعة مثل لطلبته، كل واحد بينقي له أستاذ في الجامعة ويتخذ منه مثل أعلى له في لبسه، في عربيته، في شكله، في طريقة مشيته، في طريقة كلامه، بياخد من طيب. من أستاذ رجب هلال حميدة، هل نحن هنا أمام محاكم تفتيش جديدة؟ لا مش محاكم تفتيش ولا حاجة، مش محاكم تفتيش، احنا بنطبق القانون. بنطبق القانون يا سيدي، طبق القانون، طبق القانون رقم 10 سنة 72، مش محدش حطه، ده حطه أنور السادات
في 28 مايو سنة 72. ما هو السؤال نطبقه على دول. السؤال نصه أن نحن أمام مهاجم تفتيش جديدة ولا أنه كمان المجتمع يواجه إرهابا مسلحا يبدأ بالفتاوى والأفكار قبل القنابل والرصاص؟ أولا أنا سعيد أن أنا موجود مع حضرتك ومع الإخوة الأفاضل، وربما نختلف أنا واللواء فاروق بالتحديد، لكن هذا الرجل أنا أحترمه، هو زميل فاضل وواضح في اتجاهاته وكلامه لا يحتمل للتأويل، هو واضح جدا وبحترم فيه ذلك. لكن علينا أن نسأل سؤال في الأول، هبدأ كما بدأ مثلا دكتور عفتاح دكتور فؤاد. السؤال أو دكتور فؤاد، السؤال بتاعي إيه؟ هل نريد نحن المصريون أن نؤسس لدولة المؤسسات أم لدولة الغاب؟ بالطبع ستكون الإجابة نحن نريد دولة المؤسسات. دولة المؤسسات تعني في المقام الأول دولة الدستور والقانون، المواطنون أمام الدستور والقانون سواء. المادة 92 صفحة 52 من الدستور بتتكلم في باب اللي هو باب الحريات، بتقول أو الحقوق والواجبات، الحريات والحقوق والواجبات، بتقول الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصا، ولا يجوز لأي قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها. يفهم من هذه المادة أن الحريات مطلقة، لكن أنا كمصري عندما يتم استخدام الحرية في تهديد الأمن القومي وتهديد الوطن والسلم الاجتماعي، هنا نعود لفلسفة دولة المؤسسات، القانون هو الذي يمارس ويستخدم، حتى أن القرارات الإدارية زي ما هو بيعمل به في الجامعة الآن، رئيس الجامعة قراره إداري بحت، اللوائح بتعطيه هذا الحق. طيب خليني بس بعيد عن ما هو كمان، لكن هي بيقول لك أنا بستند للقانون. هي في الحقيقة كلنا داخل الاستوديو وخارج الاستوديو على الأرض المصرية كلها، بل كل من يحمل صفة الإنسانية، يرفض الغلو، يرفض التطرف، يرفض العنف، يرفض التكفير، لا يمكن لأحد أن يقبل ذلك. لكن بس القضية بوضوح، لكن الأفكار على لكن إحنا بنحاسب عليه النهاردة، حنتوسع لنحاسب الناس على معتقداتها وأفكارها، وهذا أمر خطير جدا. أنا اليوم أحاسب فصيل أو أحاسب فرد أو أحاسب جماعة أيا كان اتجاهه وأيا كان خلافي معه، غدا سيأتي اليوم الذي أحاسب أنا بهذا المنطق، أحاسب على معتقداتي، أحاسب على أفكاري، أحاسب طالما أن معتقداتي وأفكاري لا تخرج من حيز السلوك الشخصي ولا تكون أداة للترويع أو للتخويف أو لإحداث قلاقل في المجتمع أو إحداث عنف، فأنا حر فيها. الله قبل استاذ لو بقول لك ان الوظائف التي لها احتكاك مباشر بالناس مش هيفصل. انا اوافق سيادة اللواء ان هناك خطورة في الملامسة، في الالتقاء، في المعاشرة المجتمعية. يمكن كما قال سيادته ان يتأثر طالب، لكن قبل ما نحصر القضية ونعالجها بهذه الاساليب، ان انا ابعد هؤلاء، ما سألتش نفسي بعد ما أبعد أمثال هؤلاء، أبعدهم عن التدريس لأفكارهم، هم لم يرتكبوا أو لم يمارسوا سلوكا عدوانيا بعد، يحملوا أفكار ومعتقدات، لابد أن نبحث عن وسائل أخرى لإخراجهم من هذه. وحسنا قال الدكتور المحترم، من يتخلص من أفكاره ومن يبتعد عن هذا كله فأهلا به في المجتمع، يصبح جزء من المجتمع. ليه؟ لأن أنا هذا الكلام الخطير جدا 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 يخالف في الدين ويخالف الدستور، لأن ده ربنا ذاته قال لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من البيت. طيب بس عشان أكمل بس حاجة سؤال أكمل بعد إذنك، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر،
الإيمان بحرية والكفر أيضا بحرية. أضف إلى ذلك الدستور المادة 65 في صفحة 42 تحت عنوان حرية الفكر والعقيدة مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر. إذا كان الدستور الذي هو مصدر الشريعة الإسلامية مصدر من مصادره أو المصدر الأساسي يحدد ذلك، ليه المشرع الدستوري عمل ده؟ لكي يقيم دولة المؤسسات. أنا لا يمكن أن أقبل أبدا بالضمير الإنساني أن أحاسب إنسانا على مسلكه الفكري، لكن أحاسبه حتى لو كانت هذه الأفكار تتحول إلى رصاص في الشارع. أنا لا أقرأ المستقل، لا أنا ضد ده، أنا ضد العنف وضد الرصاص. الذي ينتمي ما بوضوح شديد يا أستاذ، الذي ينتمي للجماعة هو ينتمي، اللي بينتمي فكريا أو تنظيميا هو يحمل أفكار هذه الجماعة، وأفكار هذه الجماعة بتتعامل مع الرصاص في الشارع على أنه نوع من الجهاد وإسقاط حكم الطاغوت ومثل هذه المصطلحات التي يستخدمونها. هتفصل إزاي بين الأفكار هنا والرصاص؟ ده دور الدولة، دور مؤسسة الدولة، دور الأجهزة الأمنية ما هو هنا وهي المعنية بهذا. إذا ثبت أن هناك من يشتغل بوظيفة ما، سواء كانت وظيفة تتعلق بالتعليم، بالعمل الإداري، بالعمل الخدمي، بالعمل الإنتاجي، في أي مؤسسة في الدولة، إذا ثبت بالأدلة والقرائن، الأدلة الفنية والأدلة المادية كرجال قناعة في وسط كوكبة من رجال قانون، وأنا رجل درست ذلك في كلية الحقوق، إذا ثبت بالدليل الفني والأدلة المادية كاملة أنه يحمل أفكارا ويدعو لها ليحرض ويدعو للعنف، لا هو مش التحريض قضية، ما التحريض معاقب عليه بالقانون. أنا مش هفتش إنما... في النوايا، أنا مش هفتش، مش قضيتي إن أنا أفتش في نوايا الناس وفي طيب. ضمائرهم. أستاذ عبد الفتاح، هنا حتى لو أخذت الأساتذة الخمسة نموذجا يعني، وفي عدد كبير من المنظمين، كان في مهندس بترول منذ عدة أيام أيضا يعني، هقول حاسب الناس على أفكارهم وانتماءاتهم، لأن هذه الانتماءات والأفكار في النهاية بتتحول لرصاص، ولا أبقى أنا كده محاكم تفتيش يعني هم يحملون هذه الأفكار ويقتنعون بها بداخلهم يعني؟ طيب أنا أولا بشكرك جدا يا أستاذ وائل أن أنت فتحت ملف مهم جدا، وأنا الحقيقة أنا آسف يعني أنا بختلف مع السادة الزملاء يعني، لأن أنا ليا فكر تاني خالص، لأن إحنا في ظروف بتمر بها بلدنا ما ينفعش فيها يعني، إحنا بنحترم الدستور والقانون وده كلام ما فيش حد هيزاد علينا فيه، إنما إحنا في ظروف الشعب المصري فيها بيموت بالفعل نتيجة لأفكار من أيام حسن البنا وإنت جاي لغاية النهاردة. مش عايزين نسيب مرحلة، ودي ناس اتربت من كيجوان على عقيدة محددة وقالوهم أهداف محددة، فاستحالة هيتغيروا عنها. النهاردة هم غير راضين على هذا النظام وبيحاربوا الدولة من الخارج ومن الداخل، ده تنظيم دولي، مش عايزين نقول ده داخلي هنا داخل مصر. التعليم من يعني من الابتدائي حتى الإعدادي والثانوي والجامعة ما ينفعش مدرس من هذا التنظيم يدرس للطلبة أو التلامذة في المدارس، ده خطر على الفكر المصري. لأن إحنا يعني لنا يعني إحنا كمصريين إذا ثبت ذقنا عذاب النار يعني، إذا ثبت إن هذا المدرس ينتمي لجماعة الإخوان ما ينفعش يدخل خالص يا أستاذ وائل، إحنا في مرحلة ما ينفعش فينا خاين، ما ينفعش فينا إرهابي، ما ينفعش فينا إن إحنا نبقى عارفين. أنا بقول الكلام ده في كل حتة، ان يبقى جنبي واحد ارهابي وغمض عين عليه، ما بالك ده واضح، واوعى تقول ولا حد يقول ان جماعه الاخوان غير معلومين للجهات الرسميه كلها، معلومين ومعروفين في كل الجهات ومؤسسات الدوله، مؤسسات بس الدوله القانون دي ملك لشعب. ما ينفعش ما ينفعش يبقى انا راجل موظف في مكان وبتعامل مع الجمهور اللي أنا المفروض بستقبله استقبال جيد وبديله خدمة جيدة عشان يرضي يعني أحسسه أنه هو في وطنه،
احببه في وطنه، ويجي انا كموظف اقول له ده النظام ده نظام فاشل والدوله دي دوله فاشله، وكل ده بيقال في كل مؤسسات الدوله اللي هي فيها ما زال حتى الان هذا التنظيم. فاحنا لما تيجي الدوله النهارده تعيد نظر طبقا لقانون الارهاب، دي جماعه اتصنفت جماعه ارهابيه، فلا يجوز لاحد انه يزاد على وطن ولا على شعبه، لان احنا يعني مجرد ان يعلن انتماءه لهذه الجماعه بقول تفصله يعني ننظر وتحكمه يعني. ننظر حضرتك للعديد منهم في القنوات الفضائيات اللي خارج مصر بيقولوا ايه على الجيش المصري، بيقولوا على الشرطه، بيعكسوا كل الاحداث اللي بتدور داخل هذا الوطن بشكل معكوس تماما. كل الانجازات اللي بتتم بيغيروها لما بيبقى فيه ده، يا راجل ده قالوا الجيش اللي ضارب الجامع، يعني معقوله؟ يعني ده كلام. ناس بتغير افكار الشعب بالتدريج، ودي فطره هم واخدين هدنه فيها لغايه لما يقوا تاني. انا ازاي اديهم الفرصه ان انا افتح لهم طيب جمعيات خيريه ومستوصفات ومدارس وغيره؟ طيب علينا ان احنا نوقف كل ده. دكتور خالد، لو احنا بنحب البلد دي، محاكم تفتيش جديده إيه ولا تحمي المجتمع من الارهاب؟ هي علامه خطر كبيره سواء اتفقنا او اختلفنا على ما قاله الاساتذه ان هي تبدا من الجامعه. احنا ما بنتكلمش على مدرسه ابتدائي فصلت احد الاساتذه اللي موجودين بتهمه ان هم منتمي الى جماعه صنفت انها هي ارهابيه. احنا عندنا على فكره عده جماعات مصنفه الان ان هي ارهابيه، مش الاخوان بس، عندنا الالترس، عندنا الستة ابريل، عندنا عده جماعات. كل دول من رحم واحد اللي هو جماعه ماشي. الاخوان صحيح. انا مفيش مشكله معايا، مش عايز اصنفهم عده جهات، هي جماعه واحده. لا انا بالنسبه لي دول مختلف. لا لا انا استنى بس انا ممكن اقول راي حضرتك ولا مفيش راي ولا حضرتك هتحاكمني انا كمان دلوقتي؟ لا مش بحاكمك. طب سيبني اقول لك. ما همش عده تنظيمات، سياده اللواء انا رايي ان دول عده مسميات. لا سيادة اللواء انا رايي ان دول عدة تنظيمات مختلفين تماما. لا مش مختلفين، ده رايي. هو تنظيم واحد بعدة. يبقى محاكم تفتيش يا استاذ وائل. ايوه يبقى محاكم تفتيش كده الامور واضحه. احنا عايزين، انا جاي بتكلم على اساتذه الجامعه، انا ماليش دعوه لا باخوان ولا بالترس ولا غيره، انا بتكلم على اداريين في الجامعات الان. هم طريقه التعيين بتاعتهم دلوقتي بقت فيها نوع من ان قرارات بيصدرها رئيس الجمهوريه. بيكون للأجهزة الأمنية دور كبير في تعيينهم. بعضهم بيقدموا يعني زي ما نقول مستنداتهم للبقاء للتجديد أو لتولي مناصب أكبر عن طريق المزايدة على زمايلهم. أنا مش ضد أن أي أستاذ خرجت منه كلمة في محاضرة أنه يتحقق معه ويتعزل، أي أستاذ وقعت عليه عقوبة خارج الجامعة كما ينص قانون الجامعات، كل عمل مزري بشرف عضو هيئة التدريس يستوجب العزل. العزل في عضو هيئة التدريس حاجتين فقط، نمرة واحد الغياب أكثر من المدة المحددة، نمرة اثنين قرار المحكمة التأديبية. ما يحدث حاليا ثواني يا أستاذ وائل، ما يحدث حاليا من تحويل أي عضو هيئة التدريس كتب بوست على أي شيء على أي رأي مختلف مع الحكومة في شيء إن هو يتحول للتحقيق في الجامعة، طب إشمعنا أي موظف ما بيتحولش للتحقيق في هيئته؟ الأمور في الجامعات وصلت إلى حد لا يمكن السكوت عليه. أين كرامة الأستاذ الجامعي؟ أنا بقول أي حد، سيادة اللواء قال إن هو ممكن يقول حاجة في محاضرة، اللي يقول حاجة في محاضرة تحريضية هذا فعل وليس فكرة. يعني مش هيقول علنا، لكن التأثير على الطلاب، وإحنا بنتكلم على طلاب كبار ومنهم ناس وطنيين جدا ومنهم ناس يعني أكثر رغبة في إظهار التأييد للحكومة، يعني أي واحد هيتكلم كلمة هيطلع فيه ألف بلاغ. لكن من هو جهة المحاسبة في حالة إذا عبر عضو هيئة التدريس عن رايه ساتلو موافق خارج على ده وشايف خارج الجامعه خارج الجامعه؟ هو بادئ بطريقه الهجوم، دي محاكم تفتيش، ده بيفتشوا في النوايا، ده بيصادر على رايي. ما هو دي الطريقه بتاعتهم عموما كده، بتاعتهم اللي هم مين ان هم يقولوا هذا الكلام اللي هم مين يعني ساتلو بتاعتهم اللي هم مين؟ انا بقول انا بقول قصدك انه من الخلال نايمه يعني؟ نعم قصدك انه من الخلال نايمه؟ انا شفته وانا لما اديني دي مشكلتنا دلوقتي في مصر، ان احنا بدل ما بنجمع الشعب المصري عشان الشعب المصري على اول وجديد بنفرق الناس. استنى اللي حرفيا ده مش هيبقى ارهابي. انا لما ارفض مدرس قائد ولا مدرس هيبقى ايه؟ انا بصدر ارهابي. اشتغل في عمل سري، انا لما ارفض واحد النهارده هيشتغل في عمل سري بعد كده. لازم ابص لقدام، لو رفضت لازم ابص لقدام. اللي مش هيتسجن هيبقى ضرر على المجتمع،
اللي ارتكب جريمه يتسجن او يتعدل. اللي هيترفد هيبقى ضرر اكبر على اللي لا مش ضرر يكمل سته اللي هو بس انا عندي الخمسه يعني الدكتور يعني دكتور محمد رشاد البيومي ما يعني معروف انتمائه الكبير لجماعه انا ما بتكلمش على اسماء يا استاذ وائل دكتوره بكنام الشرقاوي انا باخد ده نموذج انت بتقول ان الجامعه تحديدا بتشهد الان ما تسميه ما عملتش حاجة يعني الجامعة لسه هي الجامعة يعني ماذا ارتكب انا عايز اعرف الجريمة اللي ارتكبها اي منهم داخل الجامعة ما هو ده السؤال انا ما اعرفوش انا بالنسبه لي انا عايزه في الجامعه في ما يعملش لا بره يعمل طب الجامعه يعمل ما يعملش وبره يعمل ايه هو ده عن طريق النقل العام يا جماعه بس يا استاذ وائل بعد اذنك لو سمحتوا يا جماعه مش عايزين حد يقاطع بقى حد عشان نوصل احنا كلكم ناس محترمين عايزين المعلومه توصل للمواطن بشكل حضاري ارهابي عمله انما هو من حقي ان يعبر عن اي مخالفه استاذ وائل استاذنك باذنك ست اللي هو المدرس مساعد اللي هو في دكتور العلوم. يا دكتور يا ريت دكتور بعد اذنك لا حاجه مش هتكلم في حاجه عايزين احنا هنا جايين نناقش قضيه عامه مش عايزين نحولها لقضيه اشخاص لا مفيش اشخاص ايوه قلت لماذا بدات بندي نماذج بس نكمل ايه استاذ كليه احنا بندي نماذج بس صحيح. ولا يتهم احدنا الاخر بسبب رايه طب يا جماعه اسمع كده استاذنك وائل بعد اذن حضرتك اتفضل نحن نتحدث عن الامثله المدرس المساعد اللي في كليه العلوم اللي الدكتور الخشت وقفوا عن العمل واحلوا للتحقيق بسبب ان هو اتهم الحكومه ان هي اللي فجرت مسجد الروضه اللي في العريش واللي قال ان منتهى السخريه ومنتهى الاستهتار بالشهداء اللي موجودين هل ده مش فكر هدام هل ده مش تاثير حتى على صفحه فيسبوك بيراها الاف من الطلاب اللي هم من الجامعه بتوعه بلاش الطلاب اي 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 امثله تانية او اي طلب تاني دكتور عندنا استاذ في جامعه طنطا وجهه نظر الدكتور فؤاد يعني عندنا استاذ تاني في كليه يعني مش عايزين نقول اسماء يعني الحكومه يا فندم لو دي جريمه يحاسبها النائب العام يقدم بها بلاغ عند النائب العام يحاسبها يقدم النائب العام ما هو لازم يقدم النائب العام ولازم ده كمان القانون بيقول كده يقفل دستورنا سواء دستور 2014 او دستور 2012 او دستور 71 في 71 في الماده 66 وفي دستور 2014 في الماده 95 العقوبه شخصيه ولا توقع عقوبه الا بحكم قضائي قانون تنظيم شخصية. الجامعات نص صراحه كل من يحرض على العنف كل من يحرض على العنف يعاقب بجريمه العزل بعقوبه العزل ده قانون تنظيم الجامعات يا فندم واضح وصريح داخل الجامعه ورئيس الجامعه الاستاذ الدكتور الخشت عندما لا يا فندم عندما قرر ده فقرره مخالف قانون تنظيم الجامعات انا بتخانق مع مراتي في البيت يجي رئيس الجامعه يوقفنا العمل لا يا دكتور خالد لو سمحتوا يا جماعه لا دي حاجه عائليه يعني احنا بنقول لما يطلع مش هساوي الارهاب بخناقه واحد احنا بنزايد على وطن هو ده قياس ده احنا بنزايد على وطن لما نسكت على معيد بيتعمل فيه كده او مدرس مساعد بكره هيعملوا كده مع الاساتذه نعم. رئيس الجامعه اللي عايز يفضل في مكانه ويجدد ليه بيثبت اهو انا بعمل اكتر من اللي انتوا عايزينه المدرس المساعد الذي يحرض على العنف اسمع خلاص ليس له مجال بس لو سمحت لي يا استاذ وائل يعني انا لو هو القانون بقى اللي بيعوق فصلهم يعدل هذا القانون ما بيعوقش لا 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 لو بيعوق لو في قانون او اي ماده في القانون بتعوق مفيش فصل اي حد يعني شايف القوانين ليست مقدسه مقدسة. انا هحل لك الاشكاليه دي انا عارف القانون انا بس بعد الفصل انا هحل لك الاشكاليه دي ينص على فصلهم عشان طيب موجود هل مجال الجامعه ده مجال الجامعه هي المعيد والمدرس المساعد في كل انحاء الدنيا هي للبحث العلمي المعيد والمدرس المساعد والاستاذ دوره اكاديمي للبحث والنهل من العلم بس كده انما مش دوره انه يتكلم والتحريض على العنف مسؤول عنه اللي بيحاول لازم اطلع فصل يا جماعه فصل هنكمل معاكم بعد فصل خمسه من اساتذه الجامعه في جامعه القاهره بتهمه الانتماء لجامعه الاخوان بالاضافه لان هذه القضيه كانت مثاره من قبل الحقوا كل مؤسسات الدوله مليئه بالموظفين الاخوان الحقوا يعني تحذيرات من هذا النوع نتعامل معها بالقانون ولا بالتفتيش في الأفكار؟ أنا أحد المحذرين اللي بقول مؤسسات الدولة اللي موجود فيها إخوان يجب أن يطبق عليهم القانون رقم 10 سنة 72 اللي عمله الرئيس أنور السادات اللي هو إيه؟ اللي عمله علشان اللي هو إيه يقضي بإيه؟ يقضي بالفصل بغير طريق التأديب طيب هطلع فاصل ونكمل معك
مشاهدينا نحييكم من جديد بعد فصل 5 من أساتذة الجامعات. عادت القضية من جديد، الموظفون في مؤسسات الدولة الذين ينتمون لجماعة الإخوان، انتماءات مختلفة، هناك انتماء تنظيمي وهناك انتماء فكري وهناك انتماء عاطفي، هل نحاسبهم على هذا الانتماء ولا نحاسبهم فقط حينما يرتكبون جريمة؟ ولا زي ما بيقولوا البعض ان الجريمه الارهابيه بتبدا بالفتاوى والافكار. ستلو انت منفعل ليه؟ انا منفعل علشان يعني في الفصل منفعل جدا، منفعل لاسباب، لان البلد دلوقتي على صفيح ساخن، الاخوان الارهابيين بره وانصارهم في الداخل بيلعبوا لعبه قذره، عايزين يوقعوا الدوله وعمالين يضيعوا المليارات اللي واخدينها من امريكا. خيرت الشاطر واخد 8.5 مليار عشان يدي حته في سينا لجماعه الاخوان الارهابيه اللي هي حماس اللي هي في غزة. بس خلينا في موضوعنا، يعني هيقول لك ده موظف، مش موظف. انا عايز اقول لك ولد يحمل هذه الافكار، لا ولد يحمل هذه الافكار، اعتنقها بعد ذلك، اعجب بها، اعجب بها وامن بها. جماعه الاخوان جماعه ارهابيه من تاريخ نشاتها، جماعة الإخوان نشأت سنة 23 مش 28، 23 يوم ما جه وزير الخارجية البريطاني مصر هنا، وزير الدولة لشؤون الخارجية سنة 23، وقابل المعتمد البريطاني في مصر وقال له ايه ثورة 19 دي وايه اللي عاملينه في البلد ده، احنا عايزين نشوف القصة دي. قعدوا مع بعض 3 ايام ومعاهم مدير المخابرات البريطانية. يعني عايز تقول صناعة انجليزية؟ بس ايوه صناعة انجليزية. طيب. بتخرج نشأة مخابراتية يعني. خليني احاسب الناس على ما انا هنحاسبهم اهو. انا بقول لك دلوقتي يا استاذ وائل، هذه الجماعة لا علاقة لها بالدين الاسلامي من تاريخ نشأتها. الذي انشأها واختير لها اساسا يهودي النشأة. ده مش عايزه. طيب. نقاش. خلينا في الموظفين. الموظفين دلوقتي دول موجودين في مفاصل الدوله، وانا ادرى، وانا بكلمك بمعلومات مش بكلمك باهواء، بكلمك بمعلومات. اللي موجودين في الجامعه بيخربوا في الجامعه، اللي موجودين في المدارس بيخربوا في المدارس، اللي موجودين في الازهر بيخربوا في الازهر. بس انت هتقعد اعداد كبيره في بيتك. اعداد ايه؟ هم كلهم حسب ما قال حبيب نائب المرشد وحسب الاوراق اللي ظبطت مع خيرت الشاطر كانوا 65. طيب ألف. يعني هنرجع تاني يا جماعه بنفس الدكتور فؤاد، كلام الست اللي هو شايف ان ده حفاظ على الوطن، حمايه للبلد، كيف يمكن ان تحمي الوطن؟ مش ممكن تستنى ان هذه الافكار تتحول لرصاص في الشارع؟ ما تحولت، ما هي رصاص في الشارع حاليا يا استاذ وائل. هي رصاص في الشارع حاليا. اما لما يوصل عندك في شهداء الشرطه قرابه الالف او تجاوزوها، والمصابين 24000 مصاب من الشرطه غير القوات المسلحه غير المدنيين غير القضاه، ايه عايز ايه تاني عشان ما تكونش اتحولت الى رصاص في الشارع؟ احنا هنوصل يا استاذ وائل فعلا لمحاكمه تفتيش، محاكم تفتيش داخل، هنمزق المجتمع المصري، هندمر الدوله المصريه، والمسؤول الاول والاخير هو البرلمان المصري، لان البرلمان المصري عجز عن اداء دوره في وفق للدستور، لان الماده 241 يلتزم مجلس النواب في اول انعقاد له إصدار قانون العدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة والمحاسبة في أطر المصالحة الوطنية. البرلمان عطى النص الدستوري، عايز صالح الإخوان، عطى النص الدستوري الإرهابية، إحنا وحدة يا أستاذ وائل. عايز صالح من هو يا أستاذ وائل؟ رئيس الجمهورية 2012 كان مين؟ كان أستاذ جامعة محمد مرسي. مين رئيس مجلس الشعب؟ كان رئيس مجلس الشعب كان أنا ذاك، كان مين؟ كان استاذ جامعه، كان كتتني سعد. مين اللي جابهم؟ مين اللي جابهم؟ طيب ما الشعب الثار، المجلس العسكري. لا 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 لا, لا, لا مين اللي جابهم؟ يا استاذ فؤاد بس الشعب، انا حديث مش عن الماضي بس. بعد اذنك بعد اذنك يا استاذ فؤاد، المجلس العسكري لم ياتي بالمجلس. خلينا بس يا جماعه، هذا لاراده الشعب. مين اللي جابهم؟ طيب مين اللي جابهم؟ والشعب الثار عليهم خلاص، محلوله يعني لو سمحت. الشعب، هل الشعب كان مضل؟ هل الشعب اخواني؟ هل الشعب كان لا يعلم حقيقتهم
عيب اما نقول ان الشعب يجهل. ايوه الشعب لم يكن. عيب اما نقول ان الشعب يجهل. يا استاذ فؤاد لو سمحت خلينا في قضيتي. خلينا في قضيتي ولا حقيقه افكار. لو سمحت يا استاذ وائل احنا امام طيب. وضع أول فتاح. انت ما تتكلم طيب. عن استاذ جامعة يا دكتور فؤاد طيب. ما انا هجيلك هنا بس ماشي يا دكتور فؤاد سؤال اخلص حديثي يا استاذ فؤاد الماده 19 من الدستور اللي هي بتاعت الجامعه بتاعت الجامعه بتقول ايه؟ عندنا دستورنا اوروبي اذا لم تحترم الدستور يا استاذ ما تحترمش النظام السياسي للدوله بتاعتك اذا لم نحترم دستورنا انت عمال تضرب ارقام هو بيتكلم عن تفسيرات مختلفه لتفسير نحترم دستورنا لو لم نحترم دستورنا ما بقول لك ده تفسيرك انت اصبحنا دخلنا طيب. انت بدات بفصل الدستور طيب. على كده ليه ده بس يا جماعه لو استاذ عبد الفتاح يعني 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 انت عارف حضرتك نسمع بعض عمال يضرب لي مواد يعني يا ريت بس نسمع بعض يا سياده اللي هو نسمع بعض المشاهد يقدر يفهم مننا حاجه يا دكتور فؤاد يا سياده اللي هو نسمع بعض يعني انا عايز بس اكد يعني هو بيتهم البرلمان الدكتور فؤاد انه مؤثر في الماده الجانب التشريعي في التشريع الجانب التشريعي احنا ملتزمين طبقا للدستور ايضا مش عايز اطلع عن قضيتك ايوه ما هو داخل الموضوع انا مش ما بتكلمش يعني عن العداله الانتقاليه ده كانت مطلب يعني وكان يعني كتير من الثوار والنشطاء كانوا بيطالبوا بيه في الوقت ده احنا عداله انتقاليه مع مين يعني انت ما تيجي تعمل عداله يعني بيقصد بيها مصالحه مع جماعه الاخوان مثلا طبعا ما فيش حاكم في مصر يستطيع انه يطالب بعمل مصالحه مع هذه الجماعه في التوقيت الحالي استحاله لا وهو هو الشعب يصر عليه وسطي الشعب يصر عليه لان احنا عايشين ما زلنا حتى الان في الدم يعني طيب. ازاي اديني عقلك انت خليك انت في البرلمان سيادتك طيب. يا دكتور عشان اجي بس للاستاذ العداله الانتقاليه نتمنى لو سمحتوا يا جماعه بس. لو سمحتوا الوقت الحالي الحالات اللي تم لا يسمح بده طيب. الحالات اللي تم فصلها في جامعه طنطا يا دكتور ممدوح كتير يعني حاكم احنا عندنا تقريبا 6 أو 7 حالات تحديدا ودولت كانت عندهم مشكله مجموعه منهم فعلا تبنت افكار وكانوا في رابعه وثبت تصويرهم في منصة رابعة وجميع أفكارهم وجم بقوا ييجوا من رابعة ييجوا في الجامعة ينقلوا نفس الأفكار حتى إن أحد عمداء يعني إحنا بنتكلم في يا جماعة فيهم عميد كلية إحنا بنتكلم في إيه ده إحنا وصلنا إن الإخوان المسلمين بعضهم تبوأ الإخوان الإرهابيين تبوأ عفوا يا ستلوة تبوأ مناصب قيادية داخل الجامعة بعضهم رؤساء أقسام بعضهم وكلاء كليات بعضهم وصل لعمداء كليات حتى إن عميد كلية خلى في احدى الاحتفالات الموجوده في الكليه كليه عمليه داخل جامعه طنطا بيشغل اغنيه تسلم الايادي طب احنا قد نجد تشدق بالاصوات والناس امتنعت رؤسائها وامتنعت ادارتها ببعض الاشياء اللي هي الحقيقه لا تجيز لكن جيشنا الوطني اسكتت هذه الاغنيه وتم احاله الطلاب للتحقيق اللي كانوا مشغلين في الحفله تسلم الايادي 6 حالات كانوا على منصة رابعة الأستاذ دكتور إبراهيم سالم في مجلس جامعة يشهد له هم هربوا كمان يعني بعضهم هرب يعني جه من رابعة أثناء بعد عملية 30 يونيو بدأ بعضهم يهرب لدرجة أنهم أسسهم في غانا مستعمرة هناك للإخوان المسلمين في غانا 6 موجودين في غانا وبعضهم حضرتك كمان للأسف الشديد بيتحايل على القانون أنه بيعمل مرافقة زوجة وبتحال على القانون وتنه موجود عشان ما يتمش تخيل حضرتك احنا بنتكلم اوائل بيه دلوقتي في قضيه خطيره مش عايزين نحيد طب دكتور خالد ما هو في الجامعه انا اجي لك والله في المحصله في الجامعه ده طب ما هو الكلام اللي بيقولوا ده في منتهى الخطوره لا يوجد في اي جامعه في العالم تصنيف سياسي لاساتذه الجامعه اعضاء التدريس او للطلاب لان لا يوجد ممارسه سياسيه داخل الجامعه ما فيش حاجه اسمها كده في اي جامعه طب ما جايز ده تصنيف وطني منظرنا في الجامعه تصنيف في الجامعة يعني اما تكون مع الوطن او مع الارهاب يعني كل الجامعات العالميه منظرنا سيء جدا جدا عندما يتم تحقيق لو الموضوع ان هم غابوا ده موضوع مختلف اللي بيغيب اكتر يعني لا بقول لك قيادات ويمنعوها هربت يمنعون الطلبة من أي احتفاء بالجيش ويوجهون الطلبة في اتجاهات معينة يعني. ما هو برضو في ناس تانية بتعمل تنظيمات سياسية مختلفة عن دول وتصدير المشاكل اللي خارج الجامعة لداخل الجامعة ده مع وده ضد ده كله غلط
الجامعه مش معموله لكده للتعبير عن الراي السياسي. دول غلط ودول غلط. في فارق بره الموضوع ده دكتور خالد، في فارق بين الموقف الوطني والموقف السياسي. هم ليس لهم موقف سياسي. يعني هنا يعني في قضايا وطنيه، يعني مثلا لو هب طلبه الجامعه للتنديد بالارهاب مش هقول له انت بتشغل سياسه. فكر دي لا يعني دي. هنا قضيه وطنيه، ما هو مش قضيه سياسيه. احنا في وقت حساس يا ريس. يا وائل بيه ليس هناك الاعلام يا وائل بيه ليس هناك بعد اذن حضرتك. لا انا اقوم امشي بقى يا استاذ. لا انا هجيلك اهو والله. انا اتكلمت عليها مرتين، عديت عليها الدور مرتين، وانا هقول كل الكلام ده محتاج. هؤلاء لديهم افكار عشان الجزء الجامعه ده بس لازم يعقلوا. لديهم افكار عقائديه دينيه متطرفه، مش عايز اقول كمان عقائديه، ده حاجه متاصله داخلهم. طيب جامعات اجنبيه فيها من الذين لهم ومعروفين، ومنهم اليساريين اقصى اليسار شيوعيين، في نفس الجامعات غربيه ومنهم الاسلاميين. هتبقى القضيه بره الجامعه، ممنوع الجامعه ان هي تحسب الناس. هتبقى القضيه هنا انت بتقول يا جماعه مش هينفع نحاسب الناس على افكارها، بس اللي انا بسمعه هنا هيقول لك ده في النهايه يبقى انت مش هتقضي على الارهاب بهذا الشكل، عارف، لان لسه هيطلع لك اجيالا بينمو الفكر معاها. بص يا استاذ وائل، الاخوه الافاضل مع احترامي لكل ما قالوا، عارف لو عملت توافق، حاولت تعمل توافق بين كل ما طرح، ستجد كل هذه المجموعه متوافقه. بس المشكلة فين؟ انك بتقرا جزء من الدستور وتترك مادة اخرى من الدستور، وانت بتنتصر لشيء متأصل فيك ومش واخد بالك من الآثار السلبية اللي ممكن تترتب على هذا السلوك. نحن هنا، انا جئت لهذه الحلقة لكي اتحاور او اشارك مع اساتذتي وزملائي ومع حضرتك في أن ندلو بدلونا في قضية عامة، قضية مجتمعية خطيرة. هنا هل نحن بعيد تاني جايين نناقش قضية معتقدات الناس وأفكار الناس وتوجهات الناس، ولا سلوك الناس؟ جايين نناقش سلوك الناس. نمرة اتنين، الخوف من ايه؟ قالك ان الأفكار دي اللي بيحملها البعض في المجتمع وبيختلطوا مع أبناء المجتمع بتحض على الكراهية وعلى وعلى وعلى. رد الأستاذ وقال لك الدستور ومش الدستور. شوف بقى المشرع الدستور ده كان ذكي جدا. لو قرينا الدستور بعناية هنجد حل للمشكلة دي وحل المشكلة دي ازاي. ازاي قال في الاول، في انا هقول بقى رقم المادة ورقم الصف عشان سيادة اللواء ما يشككش في الارقام زي ما اللي بيقولها الدكتور. المادة 53 صفحة 38 من الدستور المصري. أما أتكلم عن حقوق المواطنين، قال إيه؟ قال المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة لا تمييز بينهم. شوف، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الانتماء السياسي. شوف كل ده عشان يحمي حريات العقيده وحريات الفكر وحريه الثور. لكن المشرع تخوف من اللي الاخوه تخوفوا منه، فكر القوي. يبقى هنا نص القويم. الماده الدستوريه ليس الفكر. بيذهب أوه. الى ما ذهب اليه الدكتور. اكمل بس رجب، بس القضيه دلوقتي ما هقول لحضرتك يا استاذ وائل، استنى اسمع الجزء المهم اللي جاي. ما انا هجاوبك اهو، هجاوبك. القضية قضية خطوات تتم على الوقت. لا لا لا، ما انا اقول لك يا سيدي الان فصل. انا الوحيد اللي قاعد ما بقاطعش حد، مع اني قادر جدا على مقاطعة جيش. الفقرة، المشرع قال ايه بقى هنا؟ اللي انتوا قلتوه بقى، لما يكون استاذ جامعة بيحمل افكار وبيوقف شريط تسلم الايادي وبيحض على الكراهية بيحض على التمييز، وهينتج عن هذه الافكار عمل ارهابي او سلوك، يبقى وصلنا لمرحلة السلوك. فهم عايزين يعملوا بلغة القانون تدابير احترازية. قول كده، تدبير احترازي، ان انا امنع اختلاط من يحمل افكارا تتأصل وتقوم على توجه فكري معين ومحدد. سميها زي ما تسميها، احترازي بتاع لك هنا يقعد في بيته. الدستور قال ايه اهو اهو يا شيخ اهو. اديني بس هنا المادة دي لو سمحت، كمل هنا الدستور في نفس. طيب، عمل فقرة جديدة وليه؟ التمييز والحض على الكراهية جريمة.
يعاقب عليها القانون. لو سمحت انا ما اطيعتكش. ماشي ارتكب. يعاقب عليها القانون الحظ على الكراهيه جريمه مش ارتكاب جريمه. بيوصف انت يا سيدي من فضلك من فضلك اكمل كلامي. نفهم الكلام كويس. ما قالش وقعت الجريمه. ده هو بيصنف هذا العمل لو على انه لو دخلتني في الـ في الـ انا دلوقتي امام موظفين اسالني وانا اقول هيقعدوا يعني انت بتكلمني دلوقتي عن بقول لك اذا في انا عارف تتم. سؤالك في خطوات تتم ايوه تمام إيه نعمل ايه نعمل ايه انا عارف انت مع ده ولا ضده عارف سؤالك ايوه هو ده اذا الموظف ده مش عايز ابعد بقى اذا الموظف ده اللي بيعزل بيقول انا بطبق القانون والدستور واللي بيشكو بيقول ده انتهاك للقانون نعمل ايه بقى نعمل ايه الفصل هجاوبك على سؤالك اذا الموظف او استاذ الجامعه او اي واحد في اي مؤسسه احتفظ لنفسه بمعتقده وافكاره ولم يخرج في سلوك ليفرضه على الاخرين او لينشره هم مش شايفين كده يبقى لا هو قال مجرد ماشي. انه بينتمي ما خلاص ما ينفعش ما هم مش شايفين انا شايف كده ده ما جيش يمه لان الدستور والقانون بيحميه لكن اذا خرج عن ده ووصل للناس وفعل افعالا وارتكب امور ده يسمى في الدستور جريمه بيرتكب جريمه دي كان الجريمه قد وقعت ده على طول تتم قيام الدوله والاجهزه باتخاذ كل الاجراءات التي تحمي المجتمع منه بس احنا ما نسبقش الامور ما نعممش طيب. الاحكام طيب. ما نقولش ان كل الناس كده لو مش كده تبقى بتعاقب الشخص مرتين بمعنى ان لو هو ده لا جريمه ولا عقوبه الا بنص النص موجود ها والعقوبه شخصيه يا سياده اللواء شخصيه والنص موجود بمعنى بمعنى انك يعني لو هو خالف القانون وارتكب جريمه بيحاسب هيعزل من الوظيفه وهنا فهتبقى انت هنا يعني ما بتبصلهاش انك بتحطم اسره يعني هنا البعض يقول لك ايه ما تيجوا نشوف عائلات الارهابيين نعمل فيهم ايه لاستيعابهم علشان اولادهم كمان نستطيع ان احنا نكتذبه من المجتمع يعني فانت كده ده في المدينة الفاضلة الكلام اللي انت بتقوله ده في المدينة الفاضلة الكلام اللي انت بتقوله ده عندك شك في كل حاجة انما الارهابي الارهابي الاخواني الارهابي موجود ومراته ارهابية وابنائه ارهابيين يا خبر قولا واحدا يعني انا حسب الجميع بجريرة طبعا استغفر الله العظيم طبعا طبعا الاطفال الصغيرين فرعون كانت مراته مؤمنة يا سيادة اللواء على الأطفال فرعون كانت مراته مؤمنة آسيا بنت مزاحم دي قصة في التاريخ طيب. وفي البتاع أنا بتكلم القرآن مش في التاريخ أيوة أنا بوقع العملي الواقع العملي اللي أنت لمسه يعني اللي موجود في أرض الواقع اللي موجود في أرض الواقع للدكتور ابو المواد والدستور والبتاع انا بقول لك دستور بلدنا القانون اذا لم نحترم دستورنا القانون بنحترمين الدستور وبنطبقه ما بنحترمش دستورنا لا بنحترم الدستور وبنطبقه واحنا اول ناس يطبقوا الكلام كده مش احترام للدستور انما اللي هو اللي عايزين يقولوه ده انا بقول لك القانون موجود والعقاب موجود والعقوبه شخصيه والقانون عندي مش هستنى ان نطبق عليه عندي القانون رقم 8 لسنة 2015 بتاع الكيانات الإرهابية وعندي القانون رقم 15 لسنة 2015 بتاع الإرهاب موجود فيه وده وحتى قانون العقوبات في مواد العقوبات تعاقب الإرهاب طيب دكتور خالد هل ده عقاب بس للموظف فقط ولا كمان لعائلته وأطفاله لأن هم اللي هيدفعوا ثمن الفصل يعني عايز أحكي لحضرتك حكاية واقعية حصلت مشابهة لديلي تماما واحد متهم برضه في أفكاره وتم نقله من الجامعة ثم فصله هو الدكتور طه حسين سنة 1932 استدعى واحد اسمه محمد حلمي عيسى كان وزير التعليم العالي استدعى رئيس الجامعة المصرية الدكتور أحمد لطفي السيد يوم 3 طه حسين كان إخوان برضه ولا إيه؟ لا عشان الأمر هنا بيختلف يا أستاذ وائل طيب. على العكس يعني ما أنا عارف بس أنا كان ساعتها بقى في رئيسات الجامعة قامات كبار امتنع رئيس الجامعة عن الذهاب للجامعة لمدة ستة أيام ثم أرسل خطاب استقالته في يوم 9 مارس وده سبب تسمية مجموعة 9 مارس قال فيها إيه؟ الجامعة مش زي الكتاب ما معناه يعني ما ينفعش ان انا اقول لاستاذ الجامعة تقول ايه وما تقولش ايه
انا احاسبه لو ارتكب جريمه بقوله، لو حض على فعل غلط وفعل اي فعل شيء. الدستور ما قال كده يعني. طه حسين قالوه عملوه مفتش لغه عربيه في وزاره المعارف لمده سنه، وسنه 33 فصلوه بنفس الكلام ده. من بقى؟ طه حسين اللي بقى ولا محمد حلمي اللي ما حدش يعرفه لحاله لغايه الان؟ طه حسين بقي بأفكار تشبيه مختلفة. الأفكار لا تموت، الأفكار لا تموت. الأفكار وليس الدكتور عمال يضرب. يا أستاذ وائل، يا أستاذ وائل، لا تنطبق على الواقع بشيء إطلاقا. أساتذة الجامعة الإرهابيين كان منهم أستاذ في جامعة الأزهر اتظبط، وأستاذ في جامعة القاهرة. قول بعض أساتذة الجامعة. أيوة أيوة، بعض أساتذة اتظبط داخل بعربيته فيها 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 شماريخ وفيها أنابل، لأن دول اللي علمونا يعني الإرهابيين اللي موجودين، ويكون عبرة لغيره. طب ما هو يقول لك أنا هستنى لغاية ما يعمل جريمة يعني، ولا لا على أي ناس عشوائي؟ مش عشوائي ده يحمل الأفكار. أصل جوزها كان في يوم من الأيام إرهابي، أصل ده أبوه كان في يوم من الأيام، وده كلام اللي بيتقال. طيب يا أستاذ، يا أستاذ وائل، من يثبت عليه أنه يحمل أفكارا تدعو للكراهية أو التمييز أو العنف أو التطرف؟ لا، هو بيشوفه مجرد انتمائي. طالما جهر بها، جبها جهر بها وميز الناس وقال ده أبيض وده أسود ده كذا وده كذا، ده على طول أطبق عليه القانون. بس بالقانون مش بقرارات إدارية. بس هنا يعني دكتور خالد، يعني هسألكم في ده يعني في طيب خليني بس يا جماعة. تعتقد أنه مشكلة جماعة، طب جماعة الإخوان كانت تطرح نفسها لأنها جماعة دعوية ويقول لك أنتوا هتحاسبونا على الدعوة، لكن اتضح أن الدعوة كانت مقدمة للإرهاب، واتضح أن الدعوة إرهابية من الأساس. يعني الدعوة إرهابية من الأساس. ال 25 رسالة بتوع الإرهابي حسن البنا، الإرهابي رقم واحد، يعني مش هينفع يعني هو كده الحوار مش ماشي بالعدالة. يعني حسن البنا لما عرف جماعته قال إنها جماعة، قال دي مؤسسة ومؤسسة سياسية وهيئة اقتصادية وجماعة دينية ومش عارف إيه سنية. هو حسن البنا نفسه قال إن دي مؤسسة سياسية. طيب بس انتوا شايفين إن إنه مجرد أن يحمل الشخص أفكار جماعة الإخوان لا يصلح أن يكون موظفا في الدولة؟ يقينا طالما خرجت أفكاره إلى العلن. يا سيادة اللواء، هو يعلن ذلك، أفكاره إلى العلن ده سلوك. هو الوقف على منصة ما بقاش فكر ما بقاش فكر ما بقاش فكر مخبول. المرء مخبول تحت لسانه، فإذا تكلم لما يتكلم هو اللي تم أعراضه. يا دكتور خالد، ما انت بتقول لي اللي كاتب على الفيسبوك ما هو بيكتب بما يدلل على انتمائه للجماعه. انا قلت ان الكتابه دي صح، انا قلت ان النائب العام هو وسيله محاسبه الناس في حياتهم خارج الجامعه. طب وقانون الجامعه؟ انا بقول لرئيس الجامعه ان ده كلام غير صحيح. طيب اللي بتعمله. نطلع فاصل ونكمل معاكم بعد الفاصل. مشاهدينا نحييكم من جديد. هل توافقون على فصل وعزل الموظفين الذين ينتمون لجماعة الإخوان لانتماءات الثلاثة المتعارف عليها؟ انتماء تنظيمي وانتماء فكري وانتماء عاطفي. وجودهم خطر خاصة في الوظائف التي تتعامل وتحتك مع الجماهير، ولا من حقهم أن يحملوا الأفكار التي يؤمنون بها؟ كمان في وجهة نظر تانية بتقول إن قضية الإرهاب مختلفة لأنها تبدأ بالأفكار والفتاوى. هناخد اتصالات من الجماهير، بس هنا يعني خلينا أستاذ عفتاش، أنت بس قلت أنا يعني الكلمة ضائعة مني، حيظل أنا أمام ناس يتشبثون بحماية العائلات، لأنك لما تعزل حد وتفصله لا تعاقبه فقط، بتعاقب اطفاله كمان. لا لا، انا ضد ده تماما. هنا هيطلع لك بقى، هو ده اللي ممكن يطلع لك اجيالا من الارهابيين. كيف يمكن ان تتعامل مع ذلك؟ انا عايز بس اكد على حاجه عشان بس برضو كلامنا يبقى مفهوم للمشاهد، ان احنا لا نخالف الدستور ولا نخالف القانون، انما احنا بنتكلم على قضيه احنا عايشينها كلنا في بلدنا الان. يعني انت بتعمل استقرار ولا ما بتعملش؟ عايز بلدك تمشي في مسارها السليم ولا يبقى في معوقات تعوق هذا المسار؟ احنا النهارده بنشوف مواجهات في بعض مؤسسات، مش كلها،
من بعض الموظفين التابعين او المنتميين لجماعه الاخوان بيواجهوا ازاي الناس، بيتعاملوا ازاي مع الجمهور، بيكرهوا الناس في البلد، فده ارهاب. انا بعتبره ارهاب للناس لما يبقى في تشويه لصوره الدوله وصوره النظام وبيسودوا الدنيا على الناس، فده يعني يعني بيعمل اعاقه للتنميه. وكمان انت ما جيت تعمل قانون الخدمه المدنيه يا استاذ وائل، انت عملت قانون خدمه مدنيه فلسفته ايه؟ انت عايز الموظف يخدم المواطن بشكل محترم يليق بالدوله الجديده. الموظف مش بتقول عليه اخواني، ده انت موظف، انت بتعمل عشانه قانون عشان يحترم من خلاله المواطنين. ما بالك انت بقى يبقى انت عندك موظف بيتعامل مع الجمهور بشكل يومي، وبكل ما حد يجي له يقول له روح للسيسي يعمل لك. ده كلام خطير، ما ينفعش لا في التعليم ولا في مؤسسات الدوله الخدميه. فاحنا علينا ان احنا بقى نواجه ده بايه؟ خلاص طالما ثبت عليه ده يحاسب بقى طبقا لقانون الارهاب. في عندنا قانون الجامعات، قانون تنظيم الجامعات داخل الجامعه، ما ينفعش في مدرسه ابتدائي او مدرسه ثانوي يتمنع فيها الطابور او النشيد الوطني، ما ينفعش. لما يبقى في مدير مدرسه يعمل ده، لا انا هسيبه ازاي؟ هيربي لي جيل بالكامل يطلع بيكره الدوله وبيكره الناس وممكن يقتلهم. فانا بمنع ده. لما يبقى عندي عدد محدود اقدر يعني ابعده عن الجهاز الاداري في الدوله بكل مؤسساته، ده عدد محدود. انا ما بقولش افصله، بقول يعني ابعده عن التعامل مع الجمهور في الوقت الحالي. بعد كده يبقى في رقابه عليه. لو ثبت ان هو بالفعل يعني وزاره البيئه يا مدرس، لا يا فندم، ابعده عن الجهاز الاداري في الدوله. ما تعملش خالص، ما تعملش خالص يا فندم، خالص ما يعيش يا فندم، هتحول لمجرم، هتحول لمجرم يا استاذ رجب. انا بس عايز اكد على حاجه، بتبقى في زي ما كنا عايزين نناقش موضوع المخدرات في الجهاز الاداري للدوله، احنا قلنا يبقى في عندنا اسبوعين عشان نفصل الموظف لو هو بعد المده المحدده في القانون يتم فصله. انا بدي له فرصه برضه شهر شهرين وببعده تماما بالفصل لو ثبت ان هو ما زال بيمارس هذا التحريض وضد السلطه وضد الدوله وضد النظام. يا انت سات له استاذ وائل، الشيخ خياب بيقول لك انت هتعمل منه مجرم كده بهذا الشيء. لا مش بعمل منه مجرم، انما اسرته اللي عملوا، انا مالي باسرته، هم اللي عملوه مجرم. على وبعدين هيطلع هياخد معاشه اللي على حدود وظيفته اللي كان بيشغلها، انما اسيبه في الدوله يخرب فيها ده يبقى ظلم. خلينا اشرك الناس معانا وهاخد رايك استاذ وائل. بس في حاجه هنا هاخد، بس استاذ ياسر وهاخد تليفون. استاذ ياسر اتفضل. كده استاذ وائل اهلا بيك، اتفضل. مساء الخير ومساء الخير لضيوفك الجميع. مساء الخير، بيحيي من حضرتك دقيقتين فقط لا غير، ومش هعطل حضرتك يعني. اتفضل. مع احترامي لكل اللي قاعدين مع حضرتك وثقافتهم العاليه اللي تكون افضل مني اكيد، لكن انا مواطن من الشعب العادي، مواطن عادي جدا لا انتمي الى اي انتماءات سياسيه. اولا احنا لغايه النهارده مش قادرين نعرف الاخوان، مش قادرين نقول مين هم الاخوان. لازم حضرتك تعرف ان مفيش اخوان في مصر بيقول انا اخوانك، من المحال. هات لي من وقت ما قلنا اخوان هتلاقي اخواني بيقول لك انا اخواني، يا اما هيقول لك انا متعاطف معاهم، يا اما انا بقول لك انا 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 يعني شايفهم ناس مظالم. اللي قاعدين يتكلموا يقولوا احنا هناخد اسره لما نعزل واحد اخواني، هناخد اسره ونظلم اطفال. اقول له كم واحد في مصر تيتم؟ كم اسره في مصر تيتمت؟ كم طفل في مصر طلع ما لقيش اب يقول له يا والدي؟ كم واحد ضاح ضحيه تبع حد بيقول لك اصل انا منتمي للناس دي؟ طيب هسال ثلاث اسئله وعايز اجابه عليهم واسيب حضرتك هم الاستوديو معاهم. ماذا لو؟ ماذا لو اللي حصل في مصر كان حصل في تركيا؟ لما جه في تركيا واكثر من 40,000 موظف مش اتعزلوا من وظيفتهم، لا دمحيوا من 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 على الخريطه الوظيفيه في تركيا. اين حقوق الانسان؟ حقوق الانسان عندنا في مصر. انا هقول لك حاجه اخيره يا استاذ وائل، انا قعدت مع حد تربطني بيه، انا رئيس مجلس اداره الشركه الهندسيه. قعدت مع واحد مش مصري
فبيقول لي انا شفت في مصر حاجه غريبه جدا ولابد ان احنا نستفيد من الناس دي طالما بنقول عايزين بلدنا تعلى يعني. بيقول شفت بلد تمتهن كل المهن. فبقول له ازاي؟ مصر الحضاره ومصر التاريخ. قال لي لا انا شفت مصر على كافي. فبقول له ازاي شفت مصر على كافي؟ قال لي اثناء مباريات الكوره كل المصريين مديرين فنيين. لما حد من على القهوه يقول انا مريض واحد يقول له خد العلاج الفلاني كانه دكتور. يا استاذ وائل شعب مصر ده من الاخوان المسلمين اللي يفوق الوصف والخيال. هل النهارده لسه قاعدين نقول الناس اللي بتقتل وتيتم نعزلهم من على الخريطه ولا ما نعزلهمش من على الخريطه؟ انا من قريه بسيطه، انا عايش في القاهره لكن انا من قريه بسيطه في الصعيد. من قريه بسيطه في الصعيد هقول لك نبط القريه دي بكلمتين. في كلمتين. الاولى ان الاخوان المسلمين من قرأ تاريخ الإخوان المسلمين لا علاقة لهم بالإسلام ده أولا، وهذا ما مكتوب في كتابهم. صح. كتابهم هم الكتب اللي بيكتبوها. نحن لنا مجموعتان، مجموعة تقتل ومجموعة تشجب، يعني مجموعة تنفذ القتل ومجموعة تقول القتل لا هذا القتل حرام. قال لسه يا أستاذ وائل محتاجين تاني يموت مننا 350 في المساجد. بشكرك أستاذ محمد من اسكندرية. اتفضل. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اتفضل استاذ محمد. زي ساعتك يا فندم. الله يسلمك. الله يبارك فيك. بحيي الضيوف وبقول لحضرتك بالنسبه للموضوع يعني الاستاذ نبيه الوحش اتسجن ليه؟ لانه هو قال البنت اللي تلبس بنطلون مقطع تغتصب. فهو لما جاهر بما يعتقد اتسجن. بيحرض تمام. انا بقول صحيح. انا بقول ان كل شخص يلتزم تماما بما يعتقد جواه خدت بال حضرتك ولا يجاهر به ابدا امام الايه العامه. تمام. انت معتقد زي ما انت معتقد لان العمليه دي هتوجد حاجات كتيره جدا ضغائن في المجتمع. ضغائن احنا عايزين المجتمع يكون متحاب. ما ينفعش بالنسبه لان انا اروح على فلان اقول له انت كذا. لا، اذا جاهر بما يعتقد تعالى بقى القانون، انت قدام الدستور والقانون ويطبق عليك. بشكرك الف شكر. استاذ اشرف من المحله اتفضل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. ازاي الحال استاذ؟ تحياتي ليكم وتحياتي لحضرتك يا استاذ وائل. الله يخليك. دلوقتي انا مؤيد لفصل اي اخواني واي واحد ينتمي لجماعه الاخوان باي شكل، بل مش الفصل وبس، يجب محاكمه عسكرية. ثانيا على مجلس الشعب أن يصدر قانونا بأخذ الأطفال الصغار القصر منهم ووضعهم بإصلاحية خاصة ويغير أسماؤهم كمان. مش كده وبس، أقول لحضرتك ليه لأن يا بيه أنا نعم نعمل لهم أسر بديلة. بالضبط. يجب ده لازم يعني الكلام ده مطبق في الخارج. ده لازم القانون ده. انا اقول لحضرتك ليه يا فندم؟ انا كنت في زياره في وادي النطرون اخد بالك، وجدت ان طفل عنده 4 سنين و5 سنين طالع من جوه يقول سيسي قاتل سيسي خاين سيسي قاتل سيسي، وهو طالع من قلب السجن وهو طفل صغير لا يدري شيء عن الحياه. هذه الاطفال شربة من ابوهم وامهم. هذا بره في الخارج. اي اب وام غير صالح لتربيه النشء وتربيه الطفل بياخد الابن بتاعه ويروح ما يعرفش في انه ولايه في انهي مكان. بشكرك الف شكر. ده دكتور خالد الناس دخلت في قسما يعني. بالله سمعتهم. ده خوفي. خدوا اطفالهم منهم. لا ده خوفي ان هناك اجيال عشرات الالاف من الاطفال داخل مصر ان يربون بهذه الطريقه. مش عايزين نزود ان اسر زياده يبقى فيها اطفال بيربوا ليكونوا ارهابيين بعد ذلك. علينا ان نجد بقى ده إيه كان العداله الانتقاليه هدفها كده إيه ان انا الاقي حل للاطفال دول ما يبقوش يبقوا ارهابيين. لا انا عايز اعرف ايه كلمه العداله الانتقاليه اللي بيقولوها دي. يعني عمالين يتشدقوا بالعداله المصالحه. يعني ايه عداله انتقاليه؟ عايز تقول مصطلح يفهمه الشعب. ايه العداله الانتقاليه اللي بيقولوها؟ ان نجد طريقه لعدم ظلم جيل من الاطفال. من لم يسلم من الاطفال. ايوه انا عايز ينطقها. عايز يقول لي كده. لا 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 عايز يقول لي نتصالح مع دول. هو المقصود بيها ايوه ايه العداله مرحله انتقاليه. ها؟ من 25 يناير ل 30 يونيو ومن 30 يونيو حتى الان تولى فيها حكم البلاد فريقان متضادان. كل من يثبت
الناس دي تيجي تتحاسب من جديد ويطبق عليها القوانين، اللي قبل 25 يناير أفسد أو ظلم وأضر يحاسب، واللي بعد 25 يناير برضو أفسد أو ظلم وأضر يحاسب. عارف لو ده اتعمل يا سيادة اللواء لو ده اتعمل انت هتقضى على الفساد وعلى الإرهاب، وهما الظاهرتان المدمرتان لهذا المجتمع المصري. بس انا حد حضرتك مثال حي احنا شفناه. عايز اقول لك حاجه مهمه، استنى يا استاذ. انا اسس دستوريه بس. عايز اقول لك حاجه مهمه كده، شريعه الغيره. لا اسمع تعليق بس بسرعه وبعدين نرجع للناس. عايز اقول حاجه، ان اللي هو بيقوله ده مطبق فعلا والدوله ماشيه صح، انما هم عايزين يدخلوا الجماعه الارهابيه اللي كانت ما قبل الثوره بتفسد وما بعد 25 يناير في الغضبه اياها ديه اللي حصل فيها ما حصل، فسدوا اكتر واستولوا على الحكم لمده سنه، عينوا فيها مليون وشويه في الدولاب الاداري بتاع الدوله. صحيح من صحيح. الازهر للاوقاف للتربيه والتعليم للشباب والرياضه كمان. إذا كان هم في بعض السلفيين قدموا لهم كشف في اللقاء بتاع مرسي بتاع ده، وقالوا له عايزين نعين قد دول. ايه ده؟ طيب حصل. استاذة ميرفة تفضل يا فندم. مساء الخير على ضيوف حضرتك الكرام. مساء الخير، بيحيوك يا فندم تفضل. واستاذ رجب حميدة الاخواني الجميل. ايه؟ لا 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 مساء الخير يا فندم. بس حضرتك تاخده معاك وانت ماشي يا سياده اللواء بقى. لا شوف لا 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 مساء الخير كميدة الاخواني الجميل. يعني شوف يعني غزل واتهام بالارهاب في نفس الوقت. استاذه ميرفة اتفضلي. انت عارف ان انا اخواني يا استاذ وائل؟ لا طبعا هو عارف ان هو اخواني. الوقت طبعا حضرتك عارف انك اخواني، وحضرتك عارف قبل 25 يناير كنت مسجون ليه؟ إيه؟ دي حاجة. الحاجة الثانية، ايوه انا مع فصل اي حد في مفصلات الدولة اخواني، وايوه مع اخد عيالهم منهم يتربوا، مش هقول ملاجئ، في معسكرات، في حاجات كتيرة ممكن تعملها لهم الدولة علشان يتربوا يعرفوا يعني ايه دولة، يعني ايه بلد، يعني ايه مفيش ارهاب، يعني ايه. ما هو انا ببدأ اخواني وببدأ متعاطف وبعدين بنتهي دعشاوي، فهو كده، هم هو ده تفكير الاخوان. واحنا مش عايزينهم في وسطنا، احنا الشعب مش عايزينهم في وسطنا. طيب. مش عايزينهم لا موظفين ولا حتى مواطنين عاديين. بس انا ما اقدرش اقول كده. طيب عايز ترد بس علشان الاستاذ رجب حميدة الاخواني. جميل. اولا خليكي معايا يا استاذ للاستاذه ميرفت كل التقدير والاحترام، وانا احترم كل الاراء وكل، بس انت حضرتك انت تعرفني على الاقل من سنه 90. دلوقتي بقى لنا كام؟ 27 سنه. انت تعرف ان انا اخواني وبعدين سيادة اللواء عارف. فهي بس تلاقي عشان يعرفك من بس سنة 2000. انا مسلم وسطي لا اعرف مجال ابدا للعنف والارهاب والتطرف، وكل من اعتدى على تراث وتاريخ الدولة المصرية او قتل مواطنا مصريا ضابطا كان او شرطيا فهو خائن لدينه قبل ان يكون خائنا لوطنه. اما مساله لا، بس في حاجه، مساله ربما يتوهم البعض او يتصور بالخطا انني عندما ادافع عن قضايا الحريات وادافع عن كذا انني انتمي لفصيل او لا. لا، انا لا انتمي لفصائل ابدا، ولكني اريد ان اؤصل لدوله المؤسسات، ادافع عن دوله الدستور، دوله القانون، الحقوق والحريات. ليه؟ لان احنا بنمر بظروف استثنائيه، يجب ان تتخذ سواء كل التدابير الاحترازيه، وان تتخذ الدوله كل القوه وتطبيق القانون والدستور بكل حزم وتحديد ده، بس بشكل لا يظلم فيه احد. فيتصور البعض انه دافع عن كذا او كذا. استاذ خالد اتفضل. السلام عليكم استاذ وائل. اتفضل، اهلا بيك. شكرا يا استاذ وائل، برحب بضيوف حضرتك. انا بس عاوز اتكلم في نقطتين. النقطه الاولى، طبعا لا يختلف اي انسان وطني وبلا شعارات كاذبه اللي هو شايل مصر جواه، يعني ان معاقبه اي حد سواء كان اخواني او غير اخواني، اذا كنا بنركز على الاخوان كجماعه
إرهابية، محدش هيختلف على معاقبتهم بالصورة المثلى سواء بالقانون أو إن طالما سبب ذلك وسبب عدم انتماء هؤلاء الأشخاص، لأن في فرق إنك تكون ضد نظام سياسي وضد الدولة، مع إن النظام السياسي يبقى جزء من الدولة، لكن في ناس فقدت الهوية إنها خلقت بين دولة مصر. وبرضه من غير كلام وشعارات وكلام، لأن بيتاجر بها دي حاجة تانية، ده الجزء الأول. الجزء الثاني يا فندم، إحنا في خضم هذه المعاقبات ليس هناك خونة من الإخوان فقط إذا استخدمنا هذا اللفظ يعني، بل هناك خونة آخرون من الفاسدين. ما ينفعش نمشي شيء ونترك الآخر، لازم الاثنين يمشوا بالتوازي، لأن الفاسدين هم من صنعوا الإخوان أيام نظام مبارك بعقد الصفقات، بإطلاق أيديهم في النقابات أو في بعض المؤسسات الغير سياسية يعني، ما أنها صبت في السياسة بعد كده. فأنا ما أقدرش أفصل سواء خونة إرهابيين عن خونة فاسدين، لان الفساد نوع من الارهاب. وانت ليه جمله كويسه اللي هي بتاعت ايه، ان اصعب شيء لما الفضيله الرذيله بترتدي اسوأ انواع الفساد هو الذي يرتدي ثوب الفضيله. دي جمله ممتازه يا استاذ وائل، لازم نحمي الناس. لان انا هقول لك في دقيقه واحده هقول لك حاجه، احنا تعرضنا كنقابه مرشدين سواء كنا داخلين انتخابات مثلا، مش عايز جمله امسك اخوان اقولها اخوان لنص الظلم فيها، لان دي بقت مخلب قط. اي حد دلوقتي مختلف مع حد بيقول لك الحق اخوان، لكن كويس ان فيها جزء امن صحي. احنا مرينا بتجربه اطلق علينا اشاعات، مش عايز احكي تجربه شخصيه لانها عامه، خاصه من قبل المرشدين، والحمد لله نجحنا، لانه كان مجرد اشاعات او واحد عاوز يخلص تصفيه حسابات مع حد تاني. بشكرك استاذ خالد. استاذ ممدوح، دكتور ممدوح، عشان انت عايز تعقب قبل ما اطلع فصل، انا عشان ما نخرجش عن القضيه بتاعتنا وقال بيه، احنا عايزين نتكلم في حاجه. انا جاي نتكلم في موضوع اساتذه الجامعه. الحالات اللي تم فصلها هي حالات معدوده على اصابع الايدي، ودي اللي بيثبت عشان ما نعممش ونقول ان ده تفتيش وغيره وغيره. في جامعه طنطا 6، في جامعه القاهره 5 أو 6 جامعات، اعداد بسيطه في كل جامعه عشان برضو ما يبقاش صورتنا، لان احنا الناس بتشوفنا في كل انحاء العالم. الحالات دي ثبت تورطها بالفعل من خلال شرايط مسجله ليهم، اما في رابعه او اما مسجل لهم داخل الجامعات. الحاجه الثانيه، الاستاذ النهارده اللي بيحاضر ل 1000 طالب بإيماءة واحدة منه يستطيع أن يصل بفكرة ما إلى هؤلاء الطلاب. وأدير لا بس الإيماءة دي هحاسبه على كل واحد يفسرها بقى بطريقته. أنا عمل كده مس عمل لا يا فندم طبعا بيعمل يعني. وأحيانا يعني لما بيقول النهاردة فكرة معينة بيقولها يعني داخل على وائل صباح الخير ما تعملش كده. أنا هسألك سؤال ما تعملش كده. أنا هسألك سؤال يا وائل بعد إذنك، واسأل الإخوان المسلمين. إحنا نتكلم معاه على فكره. الإخوان المسلمين مشكلته في فكره، فكره لا يتغير ولا يتزحزح. هو يريد السلطة ويريد الحكم ثم يريد الإصلاح، أو من الوصايا المهمة لحسن البنا. هستأذن حضرتك عشان أكمل فكرتها على بعضها. الأستاذ النهاردة لابد من محاسبته، لأنه بيبدأ بالتمييز بين الطالب الإخواني اللي معاه طبعًا. والطالب غير الإخواني طبعًا. حتى نحن بينا نشوف بعض الأقسام دلوقتي بقت ماشية كلها سلسلة إخوانية في المعيدين والمدرسين المساعدين. يا أخواننا احنا في قضية في منتهى الخطورة، احنا في قضيه في منتهى الخطوره. يعني 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 ممكن يخلي الهيكل الاداري في الجامعه كله يحابوا الطلبه الاخوان ويطلعوهم الاوائل يعينوهم في الجامعه. لا ويوصوا عشان اتكلم على تجربه الجامعات وما يصحش اقول الكلام ده يا فندم. انا عشان الجامعات ما هيش سايبه عشان حد الناس تبعه ويعملها واقسام يا فندم. الاستاذ في يده بيصحح ومعاه اتنين كمان، لما بيبقوا اتنين تلاتة النهاردة اساتذة اخوان ده بيحصل الكلام ده هيوفر. للأسف الشديد بيتم خاصة في العمل. بس الدكتور جابر نصار ضبط وقعت طائفية تانية، وقعات كتير جدا، في وقعات في تصرفات فردية انما بنقول ان في اقسام بالكامل احنا قاعدين بنتكلم فيها وائل. في طبعا تصرفات فردية خاطئة. بنتكلم على جثة وطن ولا عايزين ايه. 305 ماتوا في استشهدهم في الروضة في العريش، منهم كم طفل. احنا بنتكلم على اطفال ارهابيين واسرهم، ليه ما اتكلمناش على اكتر من 70 80 طفل مستشهد قدامنا؟ هؤلاء الارهابيين خرجوا منين؟ خرجوا من عباءة افكار الاخوان المسلمين. لازم نتكلم في ده، لازم نؤمن بده. النهارده توني بلير قال ايه يا فندم؟ توني بلير قال فلتذهب حقوق الانسان الى الجحيم امام وطن بيهدد بالارهاب. اول ما حصل بس ضرب او اي شيء حصل في انجلترا حصل ايه؟ احنا قاعدين بنتكلم فيها وائل بيه. احنا ارجوكم، احنا ده وطننا، احنا مش عايزينه زاد على احنا. طيب استاذ وائل استاذ عبد الفتاح عشان هطلع فصل يعني الفضل. يعني صح. باختصار شديد، احنا عايزين نحمي بلدنا ولا عايزين نسيبها سداح مداح؟
احنا ثبت باليقين يعني ثبت باليقين ان احنا في عندنا تنظيم. المهم الا ندوس على ابرياء واحنا لا لا اطلاقا عمرنا ما هنقول كده. احنا بنقوله كل يعني الحريه المطلقه كل اللي بيثبت ان هو اخواني الحريه المطلقه الدوله لابد من استبعاده. وانا بقول لك السلطه المطلقه مفسده مطلقه. الحريه المطلقه مفسده مطلقه. لا مش مفسده لا. فوضى مطلقه. فوضى مطلقه صحيح. انا مع حضرتك لابد فوضى مطلقة. لابد للحريه ان لابد ان يضبطها القانون. صحيح الحريه لابد ان يضبطها القانون. نعم بس حاتم بسرعه. بس حاتم انا معاك تماما ان الحريه لابد ان تكون منضبطه ومسؤوله. يا سياده اللواء نسمع بس المتصل استاذ حاتم اتفضل. انا هقاطعكم بعد كده. ده حاتم اتفضل استاذ حاتم. ازاي لا ساكت اهو حضرتك. انا هاخد مساء الخير عليكم كلكم طبعا. مساء الخير اتفضل. من الاستاذ رجب حميده الفقره اللي اتكلم عنها في الدستور اللي هي الحض على الكراهيه. وهقرنها بقصه قصيره جدا واقعيه حصلت معايا شخصيا. وفي الاخر انا عايز اقول اذا كانت الحض على الكراهيه هي جريمه فهي جريمه في حق البلد كلها طبعا. الحض على الكراهيه حصلت مع تاجر السمك. تاجر السمك اللي هو مع مين؟ تاجر السمك. تاجر السمك تاجر ده. لما بعت المدام قلت لها احنا عايزين سمك بركه غليون. قالت لي حاضر من عينيا. ونزلت السوبر ماركت افخم انواع السوبر ماركت الموجوده في مدينه نصر. ودخلت على بياع السمك وقالت له عايزه سمك غليون. كان رد عليها انت بتصدقي يا مدام هو في حاجه من دي؟ دول بيضحكوا عليه. سابت السوبر ماركت النظيف قوي وراحت لتاجر السمك الشعبي في المنطقه الشعبيه اللي واقف قدامه مجموعه سيدات المجتمع اللي هو في المناطق الشعبيه. وقالت له لو سمحت انا عايز السمك بتاع بركه غليون. السمك بتاعي كان ردوا عليها بركه غليون. ردوا عليها كالاتي: انت بتصدقي يا مدام ده دول بيضحكوا عليه، روح للسيسي خليه يجيب لك السمك ده. كان في حوالي اكتر من 20 ست بتشتري سمك كلهم في نفس واحد. الله يحرقه. ده حد عكراهية ولا لا؟ ده انت عايز تقول انهم بيدفعوا الناس الى صحيح طبعا الحض على الدوله وعلى رئيس الدوله. صحيح اللي بيجي له فرصه ما بيسيبهاش يعني عصر. طيب هو طبعا يعني عشان يبقى عندك يا بركه غليون لسه يعني شوف حتى طبعا الناس ما حدش وصل لها المعلومات لكن هم بيستغلوا يعني ده مجال اهو يا دكتور خالد انه يخلي هنا انت بتسالي على السمك طب خلي السيسي يجيبه لك اي يعني. فرصه انا هقول لحضرتك حاجه برضه المهم انه يدق اسفينا بين الشعب وبين رئيس الدوله. احنا هنا بيقول لك ده خطر. دي الايماءات خطر. خلينا ده مثال على مش هيبقى على رئيس الدوله وعلى الجيش وعلى الشرطه وعلى المجتمع. هسمع اجابتك بس هطلع فاصل. ماشي يا جماعه مشاهدينا نحييكم من جديد في الجزء الاخير من المناقشه المتعلقه بموظفي الدوله في كل مؤسسات الدولة. صحيح أثيرت القضية من جديد بعد فصل 5 من أساتذة الجامعة ممن ينتمون لجماعة الإخوان على رأسهم بكنام الشرقاوي الدكتورة بكنام الشرقاوي والدكتور محمد رشاد البيومي وهما من قيادات جماعة الإخوان البارزي. هل نتعامل مع موظفي الدولة بمنهج الاكتفاس الاقتلاع ولا نتعامل بمنهج الاحتواء والقانون؟ بمعنى احاسبهم حينما يرتكبون جريمة ولا كمان الافكار هي جزء من الجريمة وهي مقدمة للارهاب؟ الارهاب يبدأ بفتوى وبفكر. طيب عشان اخد انت كنت عايز تعلق بس على موضوع كنا وقفنا عند المداخلة اللي قالت على السمك وازاي ان في ناس بتحرض يعني يعني شوف موظف بسيط في جمعية استهلاكية في لا أي مكان. مش في جمعية ده في سوبر ماركت انا عارف وده اخواني الواد بتاع السمك في
في في المول ده اللي في مدينه نصر اخواني. مش عرفك ان هو انا عارف ما قالش المكان. مش أنا, عارف. انا اقول لحضرتك كل ما تحت التحفظ احنا عندنا تحت التحفظ. لا ثواني يا جماعه. ايوه احنا عندنا دلوقتي في فعلا تحت التحفظ. ايوه تحت التحفظ. طب والسمك فين؟ الموظفين. ايوه يا سيدي الموظفين. الموظفين اللي الدوله بتكرههم بيحطوا على الكراهيه كمان. مش الموظفين اللي حطاهم الدوله. الدولة اتفقنا يا جماعة مسألة خطيرة جدا. الدولة بتدير جداً. انما الموظفين هم هم. ايوه اصل لما يكبر المول ده والسوبر ماركت ده اتحط تحت التحفظ الاداري والمالي من الدولة فجابت موظفين. خلونا موضوعيين. الموظف ده بيحط على الكراهية. ما جابش موظفين. ما غيرش علشان يا جماعة لو سمحت. بس لو سمحت. احنا عشان نكون موضوعيين في فعلا ناس بتحرض. لكن دول انا اعتقد ان هم قلة ما احنا بنشوفهم. لكن الأغلبية اللي موجودة يعني خمسة ستة لا مش مهم هنقول النسبة قد إيه لكن فعلا في ناس بتبقى نتيجة دعاية زائدة يعني مثلا المشروع اللي ذكر احنا عارفين ان ده مشروع واعد لكن لسه انتاجه ما نزلش في السوق هينزل في مناطق معينة لما انا بعض القنوات اشوف انا سمعت مذيعة بودني بتسأل واحد بتقول له كده مش كده مشكلة مصر في الأسماك اتحلت فالناس تنزل تسأل فيجي لموظف عشرة ولا 15 زبون في نص ساعة بيسألوه على حاجة فهيقول لهم ايه لو ايه ده وسعر السمك يبقى احنا من عندنا غلط برضو احنا من عندنا الدعاية الزائدة بدون تفهيم الشعب ان في شغل بيحصل مش هيطرح انتاج النهاردة هيبتدي يطرح النهاردة قمة انتاجه بعد كذا هتكون في المناطق الفلانية ده هيقلل كتير. دكتور يا دكتور الدكتور قال كلام خطير جدا عارف قال ايه ان مذيعة يعني جزء من الاعلام انا بقى بزيد لك بقى الطين بيلا زي ما بقوله المحافظ مثلا بتاع كفر الشيخ مع احترامي الشديد له وهو محافظ نشط وبيعمل وطور المحافظه جدا ده من اهم المحافظين جدا جدا محترم وعمل شغل محترم وشغال بلدي التي صحيح. اعتز به مسقط راسي لكن هو طلع برضه في تصريح قال اسال اسماك لن تتجاوز 10 جنيهات فلما تيجي الناس تعرف هي ربما يكون الاعلام مقل عنه ندقق في ده لان انا الحقيقه سمعته فالناس معذوره يعني ما انا معاك بس خلينا هنا عشان بس وانا باخد تعليقات بس يعني اخيرا دكتور ممدوح انت شايف في كل الاحوال ان الانتماء للجماعه تحديدا ملوش علاقه بالافكار له علاقه بالسلوك لان انت شايف ان في ارتباط ما بين الـ 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 الأفكار والممارسات في هذه الجماعة يعني شايف أن كل من يعلن انتمائه كده أي موظف يطلع يقول أنا متعاطف مع جماعة الإخوان أو بنتمي إليها ده لا يصلح أن يكون موظفا في الدولة هيقول أصلاً. ما بيقولوش هو مش هيقول. أنا حضرتك يعني أنا ما بيقولوش أجاوب لو ممكن يعني عمر ما في إخواني بيقول أنا إخواني حتى طب أنت هتفتش في نياته بقى لا في تصرفاته فكره المعلوم للكف زي الناس اللي انت كنت بتقول اساميها دلوقتي لا دول يعني في 2 3 منهم قيادات يعني ايوه لا غير دول في ناس كتبت لا غير دول اساتذه تانيين في الجامعه وفي الازهر وفي الاوقاف وفي التربيه والتعليم هو اساسا فكر جماعه الاخوان قايم مستغلا بعض ايات القران الكريم كمنهج للدعوه بسم الله الرحمن الرحيم وليتلطف ولا يشعرن بكم احد الآية دي في سورة الكهف وفي وسط القرآن الكريم هي تعتبر وسط القرآن الكريم التلطف عنده اللي هي السرية الكتمان أحلق دقني بهدف الدعوة أقول أنا رايح في مكان وأقول عكسه عشان بهدف الدعوة ويبدأ يستخدم أحداث حدث أيام الرسول عشان يستخدمها في ده زي ما سأقول لك الرسول استخدم بيت الأرقم ابن أبي الأرقم وطفل صغير عشان إخفاء الدعوة بتاعته فإحنا كمان بنتسطر وبنقولش أسرارنا وحكم التقية اللي هو الكذب عشان خاطر نخفي السريه بتاعتنا ده موضوع طيب انت هتتعامل معاه في ايه انت بالنسبه لك الافعال وهل يخالف القانون ولا لا يا فندم انا حضرتك انما انت كده بتحاسبه انا ما زلت لا احاسب احد على نواياه انا حضرتك كل من يثبت فعلا وقولا بانه ينتمي لجماعه الاخوان المسلمين ما بقولش انه ارهابي او عمل او غيره ده لابد ان يعزل لان الاخوان المسلمين فكره قائم على ان انا احكم او ضده طيب ده تعليق الاخير لابد ان يعزل دكتور فؤاد شايف ان اذا ثبت انه ينتمي لجماعة الاخوان فكرا او ميلا لابد ان يعزل
او تنظيما يعني. لا يا استاذ وائل، اولا لان هنقع في مطب قانوني. اولا مفهوم السياسه الجنائيه ومفهوم الجريمه في العالم باسره فعل نتيجه علاقه سببيه، فعل زي ما انت بدات وقلت فعل، ما هواش بكلمة بيتكلمش المشرع الجنائي مش في مصر، في العالم باسره عن النوايا او الافكار الباطنه داخل الوجدان الانسان. اذا ترجمت هذه الوجدان والفكر الى فعل يبقى احنا بصدد فعل اللي هو نشاط. النشاط بيؤدي لنتيجه، عملت نتيجه، لولا هذه النتيجه ما وصلت الى الفعل نفسه اللي هي العلاقه السببيه. اذا لو انا خرجت عن ذلك يبقى انا غيرت مفهوم السياسه الجنائيه اللي موجوده في العالم اللي متبعه بتدرس في يعني جميع الجامعات وفي جميع كليات الحقوق واللي ماشي عليها القضاء المصري وجميع القضاء في العالم، ان لا يعاقب انسان الا على فعل. ولذلك نص المشرع في دستور 71 في الماده 66 وفي دستور 2014 في الماده 95 العقوبه شخصيه، ولا توقع عقوبه الا بحكم قضاء. طب حكم بقضاء يعني ايه؟ ان عن فعل ارتكبه، لكن تحكمني عن بواعث عن وجدان، يبقى انت كده هتخش في زي ما قلت في محاكمات. مع المستشار سامحني انا اسف انا لا اقاطعك، نحن نتحدث امام اساتذه الجامعات الذين يشكلون الفكر الجامعي. نحن بنخلط دلوقتي في خلط بين القضيه والجريمه اللي بره بنتكلم عنها، وانا دلوقتي بناقش قضيه الجامعات. الفكر معالي الدكتور، الفكر قضيه الجامعات خطيره. نعم ارجوكم يا جماعه احنا مش يا معالي الدكتور فيه. احنا اولا الجامعه او جامعه اولا هي انا بقول دلوقتي كل من تثبت قولا وفعلا، القول في الجامعه يعتبر فعل. طيب القول القول في الجامعه يعتبر قول او فعلا جريمه او فعلا 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 يدخل في نطاق الحريات، حرية التعبير يعني. أي حرية؟ هو بيقول لك لا ده مش حرية تعبير. لا حرية لا حرية التعبير المشرع منص عليها في المادة 65 حرية الإنسان في التعبير عن رأي. أن أعكر الصف العام، أن أجر على 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 على, على الدولة وعلى الجيش وعلى الشرطة، هل اعتبر ده راي سياسي؟ اي راي سياسي؟ تحريض ضد مؤسسه الدوله دي جريمه. ما هو كل شغلهم كده. اوضح لو هم دلوقتي عليه القول بذلك كل الاخوان المسلمين ضد كل مؤسسات الدوله. الاخوان المسلمين خارج الجامعه النائب العام هو اللي موجود. قول واحد الكلام بتاعك المشرع لم يترك المشرع الجنائي. يبقى المشكله في المشرع. المشرع لابد من تعديل القوانين. قال لو انا المشكله في المشرع وعدل القوانين. الإهانة. الدستور اللي اتحط ده يا معلم المستشار اتحط في ظروف صعبه جدا. انا ما كنتش على الدستور. اتحط في ظروف صعبه والقوانين اللي طلعت منه. طيب خليني بس خليني يا جماعه اتكلم قانون عن العزل والفصل بشكل مجتمعي. لو عضو يعني شايف ان هنا يعني لا يجب الاسراف في عمليات الفصل والعزل لاننا نعاقب عائلات. حالات معدوده وائل بيه. نعم احنا حالات معدوده. لا والله ده كتير. الحالات مش كتير. اما تفصلوا اه اللي ما تفصلوا انفصلوا حالات معدوده. انما احنا مش عايزين نشوه صوره لو سمحت. انت اما يعني اما تعزله اولا بيحرم من مرتبه. الحرمان من مرتب المشرع الدستوري قال لك ان المرتب الملكيه خاصه مصونه. يبقى انت كده اولا بتنتهك نص دستوري الماده 36 من الدستور اللي هي الملكيه الخاصه. انك انت بتستولي على انك بتدمر اسره كامله يعني بتهدم الملكيه الخاصه. مقومات اسره. ايه الملكيه الخاصه هنا؟ الملكيه اللي هي مرتبه. ايه التفسير ده؟ مرتبه الراتب. ايه تحافظ عليه؟ مرتبه. يبقى مواطن ملكيه خاصه ازاي؟ يبقى مواطن سليم. مرتب ياخده مقابل عمل. ملكيه خاصه. لا مش ملكيه خاصه بتاعه. ما هو رتبه بتاعه مقابل عمل. هذا الوطن اللي بيخربه. الماده 36 من الدستور. ايه ده؟ ملكيه خاصه. دستور ايه ده وبتاع ايه ده؟ الدستور يقصد انك حرمته من هذا الراتب اللي كان يؤمن حياته. هو السبب. هو السبب يؤمن بيه حياته. بيعوضوه بيدوله مصاريف ويزيد عن المرتب مرتين. يا سياده اللواء بيمنع مراته. سياده اللواء عشان بس يؤمن حياته وهو بيخرب في المجتمع. يا دكتور مش ممكن يعني. في الموضوع طيب اديله مرتب وهو بيخرب البلد ازاي؟ الفعل والنتيجه وعلاقه السببيه. الفعل اذا ترجم انت قلت ازاي بالقول. القول لو ترجم تعالى في الماده 197 اذا ترجمت الاهانه لرئيس الجمهوريه طيب. انت بتحبسه. الماده 184 اذا ترجمت الاهانه لاي مؤسسه من المؤسسات النظاميه او الهيئات القضائيه او الهيئات الحكوميه او اي جهه الماده 184 طيب. انت بتحاجب بسرعه دقيقه بسرعه دقيقة. بسرعه اذا كان المشرع المصري قد وضع للمسجون الذي ارتكب جريمه ويقضي عقوبه
وقال كده في المادة 56 صفحة 40 قال السجن دار إصلاح وتهذيب وينظم القانون أحكام الإصلاح وتأهيل المحكوم عليهم وتيسير سبل الحياة الكريمة لهم بعد الإفراج عنهم. إذا كان ده في اللي ارتكب جريمة وأمضى أكمل يا فندم وأمضى عقوبة، إذا من باب أولى أن نبحث عن الحياة الكريمة لكل أبناء المجتمع، وده اللي جابته المادة 82 برضو قال لك الدولة تكفل رعاية الشباب والنشأ وتعمل على اكتشاف مواهبهم وتنمية قدراتهم، وتكلم كمان عن الحياة ملاش علاقة عن الحياة ملاش علاقة لا 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 ملاش علاقة ملاش علاقة باللي احنا فيه. هكمل لحضرتك ده الجنيه هتقلب الناحية دي يا فندم، هكمل لحضرتك يا فندم هكمل لحضرتك لها علاقة هضيع الوقت. هكمل ليه؟ لأن الشاب والنش إذا ترك للأفكار المتطرفة وترك للجماعات المتطرفة في طيب مع بلد الدولة ده يصبح متسلسلة. فالدولة لا نكمل السؤال، فالدولة عليها بمؤسساتها بالجامعات بالمدارس بالأزهر بالمسجد أن ترعى شباب الأمة منذ النشأ حتى لا يقعوا في براسة عايز تعلق لو سمحت ويقعوا ويتحولوا الارهابيين وقتلوا. طب يا أستاذ رجب أنا بأكد تاني في نهاية الحلقة أي واحد داخل مؤسسات الدولة يثبت إن هو بيحرض بالإشارة حتى يعني اللي بيقف يعمل زي ما سعادتك عملت ما بحبش اعملها لا 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 ده يفصل عارف لو عملتها دلوقتي لا انا مش شغالين شراب انا مش عارف بقول لك احد اعضاء مجلس النواب هم شغالين شراب يا رب فبالتالي جماعه الاخوان ما هو اشارات من السوق هم شغالين اشارات ده ما زال لغايه النهارده لو سمحت لي اشارات في كل حاجه حتى لو سمحت لي يا دكتور لغايه النهارده الاشارات والتعليمات بتيجي من السجن اه طبعا يعني الاشاره بتاعته يحاسب عليها لانها معروفه بتتبع تنظيم ارهابي يا جماعه حسب هتلر على القول والفعل المانيا بيحاسب على الاشاره تاني يا استاذ رجب بمنتبه لا تعطيني لا يا استاذ وائل بصراحه القول والفعل والاشاره طب بس مع حبي واحترامي لحضرتك انا لا يمكن ابدا ان اصدق الان مع احترامي لحضرتك وانا اعرفك كويس وانت راجل ليك دور وطني في هذا البلد عارف في حاجة لا يمكن ان انا اسمع من نائب برلماني مهمته التشريع والرقابة يقول لك ان انا اقرر الناس على الإشارة لكن انا معك في ايه يا فندم. اكمل بقى فكرتي في اكمل فكرتي بعد يا فندم انت قاطعتني اشارة تحريض انا مع ايه انا معي تعمل كده انا معك في الاتي انا معك تحريض هتلاقيتني هناك من الاشارات بعد اذنك إذا خرجت الأفكار إلى حيز التنفيذ وثبت أن هناك من يحرض بفكره وبسلوكه ما هو ده على سلوك. الكراهية ده سلوك. وتكفير المجتمع والنيل من الحاكم بسرعة. إلى آخره معاقب بس بشرط بآخر حاجة بالدستور والقانون لو سمحت أنا هكمل يا أستاذ وائل لأن هو خد الكلمة منه أنت من يعني سعادتك سمحت له أن ياخد منك لا لا حضرتك اللي خدتها منه سيبه بقى ما عادش إلا دقيقة يعني أنا برضو يعني يا أستاذ وائل حتى المشاهدين يطلعوا حتى بحاجة مفيدة من اللقاء بتاعنا ده انا بقول احنا بنحترم الدستور والقانون أيوة. انا بس قبل ما اكمل حتى الاشاره رابعه هي لا اشاره تحريضيه في المانيا اشاره تضامنيه اشاره نازيه لا بتعاقب على القانون واشاره ماسونيه في الاصل لا واشاره هتلر أيوة. طبعا انا باكد عشان بس يبقى احنا كلامنا واضح إشارة. بنحترم طيب. الدستور المصري والقانون أيوة. وايضا طيب. اي بني ادم يخالف هذا يحاسب طيب. دكتور بالنسبة خالد يا جماعه عشان عندي التحريض اللي حاصل النهارده بعد مؤسسه الدوله لا من لو سمحنا بيها تبقى فوضى انا لا يهمني طبعا الموضوع اخوان ولا مش اخوان لا يهمني مصر والجامعات المصريه الجامعات يجب ان تكون هي واحد حريه الراي والفكر الا ممارسه السياسه داخل الجامعه الا القيام بالتحريض داخل الجامعه هنا تكون الجامعه مسؤوله عن محاسبه اعضاء التدريس يعني تعاملات عضو هيئة التدريس خارج الجامعة المسؤول عنها النيابة العامة إذا وقع عليه عقوبة بحكم نهائي بات
تعزله الجميع عن هذه العقوبة. لكن في الحالات العادية دي لا لا نقوم بالمزايدة والقول بأننا يجب أن نعزل أعضاء التدريب. لو هل نستخدم نفس أساليب يعني تواجه الإرهاب بالاستئصال أيضا تستخدم نفس أساليبهم؟ هم أنا ما بستخدمش أساليبهم، أنا بس برد على الأخ رجب بقول له بالدستور والقانون، الدستور والقانون له تفسيراته وله أساتذته اللي بيفسروا الدستور والقانون كما يجب أن يفسر وليس على الأهواء. زي مين كده الأهواء؟ وليس على الأهواء. لا أنا بكلم الدستور والقانون. الدستور والقانون. الدستور والقانون له تفسير واحد وهو يختص به الأساتذة الذين ما فيش حاجة لديهم القدرة طيب على أن يفسروا. بس المهم في تفتيش في النوايا. ما فيش تفتيش في النوايا. انت قلت له انت ما بتحبش مصر يعني. مين؟ للدكتور فؤاد يعني بتقول له انت بتحب مصر. هي دي اول مرة قبله. دي بيحب مصر. دي رابع مرة قبله ودايما كده يقول نص الكلام. لا بقولش نص الكلام. نص الكلام دستور. طيب. وبعدين يقول يقولها واد ويقول مواد كده من عندياته. انما الدستور والقانون ويسمعهم تفسير عشان هو ذكر ثواني معاه بس مصر شوف العربيه شوف يجب على الدوله ان تطبق القانون رقم 10 لسنه 72 يجب على الدوله ان تطبق القانون 8 لسنه 2015 الخاص بالكيانات الإرهابية. تتوقعوا كم موظفا يعني البعض بيتكلم عن أعداد كبيرة من لما هم بيقولوا كده هم اللي نفس الإخوان ومن يلوذ بهم من الطيارات إياها اللي هي 6 إبريل والاشتراكيين الثوريين كل الفكر ده هم دول اللي بيقولوا ومن يشجعهم في الإعلام استئصالهم من الوظيفة العامة استئصالهم من الجامعات استئصالهم من المدارس استئصالهم من الشباب والرياض الشباب والرياض ولا جريمة ولا جريمة هذه حقائق هذه حقائق انت عايز البلد تبوظ عايزين تبوظوا البلد هذا الفكر بتدمر البلد ده انتوا عايزين تبوظوا البلد شق في الصف المصري عايزين تبوظوا البلد بيفسروا القانون على كيفهم وبيفسروا الكلام على كيفهم يا راجل بطل بطلوا لا ده احنا بنحافظ على الدولة غدا هنكون معاكم ان شاء الله في حلقة جديدة.